يا مساء الفل واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد وين بوكس. اخباركم يا جماعه؟ النهارده معانا يعني ان شاء الله يوم مختلف وكمان فقرات متنوعه وباذن الله كمان تنول اعجابكم ورضاكم. طبعا في بدايه زي كل يوم معانا الفقره الاساسيه بتاعتنا عيش صح. والنهارده بقى معانا في اول ساعه في اين بوكس هيبقى معانا النهارده في اخر فقراتنا فقره مهمه جدا، والفقره دي بتتكلم عن الاطفال المتسربين من التعليم. يمكن الفتره الاخيره بنشوف قد ايه دور الدوله بيحاول بقدر الامكان ان هم ينظموا يعني منظومه التعليم بشكل اكبر من ناحيه الاونلاين ومن ناحيه المدارس وخلافه طبعا، يعني ودور مهم جدا بتقوم به وزاره التربيه والتعليم. ويمكن برضو معانا مؤسسه بتعمل دور مهم جدا مع المدارس الحكوميه وهي مؤسسه علمني. علمني هي الفكره فيها ان شاء الله نتكلم برضو معاهم بالتفصيل في اخر فقراتنا ان هم ازاي بيحاولوا يرجعوا الاطفال مره اخرى المتسربين بقى من المدارس. يعني بنشوف عندنا في اطفال من وقت للتاني ممكن ما كانوش منتظمين في الدراسه، فهم دورهم ان هم بيرجعوهم مره تانية علشان خاطر يعني نشوف ان شاء الله عندنا اجيال بقى باذن الله يعني تحقق ذاتها في المجتمع. كمان برضو هيكون ان شاء الله برضو معانا الفقره اللي جايه فقره مهمه جدا. يمكن احنا هنا من وقت للتاني بنجيب معانا مبادرات مختلفه بتتكلم عن الاثار المصريه وبتشجع عن السياحه الداخليه وتعرف العالم كله عن الحضاره المصريه وعن الاماكن بتاعتنا اللي احنا ممكن نزورها ونروحها، وبرضو بتعرف المصريين عن الاماكن يمكن الجديده اللي احنا ما نعرفش عنها حاجات كتيره جدا. هم بقى دورهم ان هم بيوعوا الناس وان هم بيسلطوا الاضواء على الاماكن اللي موجوده أثرية في مصر هنا وكمان الأماكن السياحية اللي احنا ممكن نزورها إن شاء الله من خلال مبادرة اسمها سيرة القاهرة. طيب أما دلوقتي طبعا احنا عارفين إن احنا خلاص بقى شغلنا الشاغل كله إن احنا قاعدين يعني أونلاين 24 ساعة. أغلبية الناس بقى تلاقي كل واحد ماسك موبايله واللي ماسك التابلت بتاعه واللي قاعد على الفيسبوك وتويتر واللي قاعد بقى على الانستجرام بتاعه. الموضوع معانا بقى فعلا خلاص بقى شبه إدمان إلى حد ما. في دراسة بقى اتعملت على الموضوع ده أو بالأخص عن السوشيال ميديا. قالوا إيه؟ قالوا إن معظم الأطفال أو الشباب اللي بيقعدوا يعني أكتر من 4 ساعات على السوشيال ميديا ده للأسف بيسبب ليهم بعض المشاكل يمكن اللي إحنا مش عارفينها أو اللي إحنا ممكن مش متطرجينها بشكل كبير. يعني في تدارج في الموضوع ده لا مش موجود بشكل كبير. عندنا قالوا إن في 1400 طالب تم عليهم دراسة محددة، والدراسة دي اتعملت على 1400 طالب دول علشان خاطر يشوفوا النسب بتاعتهم بقى من كذا حاجة. لو ايه؟ لو ان اغلبية الطلاب اللي بيقعدوا اكتر من 4 ساعات على السوشيال ميديا للأسف ممكن بيصابوا بشكل كبير جدا بالاكتئاب، وللأسف كمان تركيزهم بيقل بنسبة كبيرة جدا جدا عن الطبيعي بتاعهم. يعني الأبحاث دي بتقول إن المفروض يعني السوشيال ميديا زي ما هي ليها إيجابياتها لا برضو ليها بعض السلبيات، وبتحسس بعض الناس إن هو في بعض الإحباط وبعض المشاكل اللي ممكن تحسسك إلى حد ما إن أنت مش قادر توصل للحاجة اللي أنت عايز توصل لها بسبب القلق والتوتر والاكتئاب، لأن أنت المفروض يعني بتعبر عن الحاجة دي بشيء يمكن مش حقيقي. يعني أغلبية الناس يعني ممكن بتهرب من الواقع بتاعها على السوشيال ميديا، زي ما اتكلمنا هنا قبل كده في برنامج عن الألعاب الإلكترونية والجيمز، إن بعض الناس ممكن مش عارفين يعملوا حاجة معينة في حياتهم أو يحققوا شيء معين في حياتهم فبيهربوا عن طريق السوشيال ميديا أو بيهربوا عن طريق البلاي ستيشن وخلافه من الجيمز الأونلاين دلوقتي اللي بقت موجودة بشكل مرعب جدا جدا. فلو إن أغلبية الناس دي عندها اضطرابات في النوم، ال 1500 او 1400 طالب دول اللي اتعمل عليهم الدراسه، ولو كمان ان الاضطرابات في النوم دي يعني للاسف بتخليهم كمان مش عارفين يحققوا يعني نتائج كويسه او متقدمه في الدراسه، لو ان هي كمان بتاثر للاسف عليهم بتاثير سلبي كبير جدا من ناحيه الدراسه. طيب ايه المشكله دلوقتي؟ المشكله دلوقتي عندنا ان احنا خلاص اتجهنا اتجاهات مختلفه بسبب الكورونا. يعني ايه؟ يعني خلاص بقى عندنا المفروض التعليم عن بعد او التعليم الاونلاين ده هو الاساس بالنسبة لنا دلوقتي. يعني في اي وقت انت خلاص عارف ان انت الدرس بتاعك، عارف انت المحاضرة بتاعتك، عارف اي حاجة ممكن هتجيبها من ناحية الدراسة
فانت خلاص الموضوع بالنسبه لك اونلاين متوفر جدا، وخلاص بالنسبه لك بمنتهى البساطه انك تخش تجيب اي حاجه متعلقه بالعام الدراسي بتاعك او بالحاجه اللي انت المفروض بتدور عليها. هنا بقى لو ان في بعض الطلاب للاسف بيستغلوا الموضوع ده من ناحيه ايه، من ناحيه اولياء الامور، ان هو يقول لك ان انا ممكن بدرس اونلاين وكل حاجه، لكن في نفس الوقت كده ايه في الخباثه بتلاقيه ممكن بيدور على حاجه ثانيه ممكن غير الدراسه. طبعا الموضوع هنا مش صح، ان احنا هنا بندور على الحاجه بتاعتنا والمنهج الدراسي بتاعنا وكل حاجه، لكن برضو اهم حاجه المتابعه. وخلي بالك او خلي بالك، يعني يمكن الكلام ده دلوقتي موجه للشباب اللي بيتفرجوا عليا، ان الموضوع خلي بالك انت فاكر ان هو عادي ان انت الساعه اللي بتضيعها في الثانيه في الثالثه في الرابعه دي انت شايف ان هي مش هتاثر عليك طالما انت شايف مهامك الدراسيه وكل حاجه، لا بس ده برضو بياثر عليك بشكل كبير جدا وانت مش واخد بالك. الدراسه اكدت ايه بقى؟ اكدت ان 27% من المشاركين بقى في الدراسه بقوا مدمنين لمواقع التواصل الاجتماعي. دي حقيقه على فكره، يعني لو ان اغلبيه الناس اللي عملوا عليها الدراسة دي اللي هو 1400 طالب دول، يعني نسبة مش قليلة برضو 27% منهم ان هم قاعدين خلاص بقى بالنسبة لهم السوشيال ميديا او القعدة على المواقع بقت خلاص بقت حاجة ثابتة، ودي حاجة غصب عننا على فكرة. طيب ولو كمان 10% بيعانوا من الاكتئاب، يعني لو في اب او ام دلوقتي شايف ان ممكن ابنهم او بنتهم عندها مشكلة او بيقول انت حاسس ان انت منطوي شوية أو منعزل شوية أو ما بيكلمش مع حد كتير أو ما فيش مشاركة بينه وبين أصحابه في المدرسة أو في الجامعة أو أيا كان، فيعرف هنا إن برضو من ضمن التأثيرات السلبية جدا على ابنك أو على بنتك هي السوشيال ميديا، من ناحية إن هو ممكن يبقى مكتئب شوية. فهنا برضو لازم وأهم حاجة نتابع ولادنا بشكل كبير جدا عشان خاطر ما يخشش في مرحلة الاكتئاب. طيب وكمان عندنا 2.5% وصلوا لمرحلة متأخرة جدا انهم للأسف يعني بيفكروا في الانتحار. كلها على فكرة دي يعني ابحاث علمية واتعملت بشكل يعني واضح جدا، فهبنقول الكلام ده عشان خاطر الناس ما تخافش، بس عشان الناس تاخد بالها الناس تتابع. طيب هكمل لكم بقية الدراسة، بس معانا ريم. يا ريم. الو، ازيك يا ريم؟ ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله حلو الحمد لله، انت كويسة؟ الحمد لله كويس. قول لنا يا ريم بقى، يعني بتقعدي على السوشيال ميديا بشكل كبير ولا قليل شويه؟ بص هو للاسف يعني بقى ده الطبيعي، يعني بقيت كل يوم اصحى من النوم لازم اول حاجه ان انا بعملها ان انا امسك الموبايل، لازم بالليل عشان اعرف انام لازم افضل ماسكه الموبايل طول اليوم، حتى لو قاعده مع ناس، لو قاعده بتفرج على التلفزيون، يعني انا قاعده بتفرج عليك دلوقتي انا ماسكه الموبايل. فحاسه طول اليوم فحاسه ان طول اليوم ببقى ماسكه الموبايل، حتى لو بعمل اي حاجه تانية ممكن ابقى قاعده مع صحابي وبتكلم ولازم ادخل ابص على الموبايل. بقى للاسف ان الموبايل والسوشيال ميديا بقت واخده جزء كبير قوي من حياتنا ومن يومنا، وللاسف كمان بقيت احس ان هي فعلا مؤثره عليا بالسلب، يعني ممكن لو يوم قعدت هي بحس انه حتى لو يعني لو انا في يوم صحية كويسة ودخلت بسيط بلاقي كمية اخبار سلبية، وبلاقي مثلا حد مش عارفة مين توفى، مين حصل ايه، طاقة سلبية عامة، الناس طول الوقت بتشتكي مثلا على الفيسبوك، فبحس انه الطاقة دي بتتنقلي غصب عني، بتتنقلي حتى لو انا مش واخدة بالي. ده حقيقي فعلا، وبالاخص كمان برضو يا ريم قبل النوم، يعني قبل النوم دايما احنا في ايدينا موبايل ودايما بنفضل ماسكينه كده لحد ما ننام، وللاسف بقى هنا لو في برضو بعض الاخبار السيئه او اللي هي الحزينه شويه انت بتنامي بيها على طول، يعني دي برضو ده حقيقي، ده حقيقي، وبنام واحلم بيها يعني الموضوع بيبقى مأثر معايا ان انا بنام واحلم بالخبر اللي انا شفته او الحاجه اللي انا شفتها، فبقيت بحاول على قد ما اقدر دلوقتي بتتخزن في العالم مثلا لو همسك الموبايل قبل ما انام احاول ان انا مثلا العب كيس، انا عارفه انه كله غلط بس على الاقل ابقى بحاول اني ما اشوفش اخبار او ما اشوفش حاجه وحشه قبل ما انام. طب ايه الحل يا ريم؟ يعني نعمل ايه عشان خاطر ممكن ما نستخدمش بقى الموبايلات بشكل كبير او نبقى قاعدين على السوشيال ميديا بشكل اكبر؟
هو الحل والله ان هم يقطعوا علينا الانترنت مصر عامه يعني. انا مش يعني مش لا الحل فينا احنا، احنا نفسنا. لا لا مش حاسه ان احنا دلوقتي بقينا في مرحله ان احنا قادرين ان احنا ناخد قرار زي ده، وغصب عننا انه في ناس مثلا بيبقى طبيعه شغلها هي مرتبطه بالنت ومرتبطه بالفيسبوك ومرتبطه بالسوشيال ميديا، فدول مثلا مش هيقدروا ان هم يبعدوا او مش هيقدروا ان هم يعملوا كنترول على الوقت اللي بيقضوه على السوشيال ميديا. انما لو الموضوع بالاجبار كده اللي هو فينا من النوم سحبوا مننا موبايلاتنا وقطعوا الانترنت عننا، فاعتقد ده هيبقى احلى حاجه يعني. نرجع بقى لايام زمان يا سيدي. ماشي يا ريم، نورتينا جدا، شكرا جدا ليكي. كمان معانا رانيا. يا رانيا الو، ازيك يا رانيا؟ ازيك يا فاروق، عامل ايه؟ اخبارك انت ايه؟ انا تمام الحمد لله، كله مية مية. كله مية مية. شكلك رانيا كده يعني ايه، بتحبي السوشيال ميديا و وشكلك بتقعدي بالساعات الكتير على ال جدا على الفيسبوك. مش قادر اقول لك ليه النهار. ليه بقى رانيا؟ بقعد عليها يعني. بص هو جزء منها بيبقى شغل وجزء تاني بقى انت عارف بقى النفس الانسانيه الفضوليه اللي بتقول ما هي قاعده تعمل سكرول داون حتى لو ما بتعملش حاجه مهمه، اللي هو احنا قاعدين نعمل سكرول داون كده بالظبط، نشوف الدنيا فيها ايه، نشوف بقى الترندات بتاعت النهارده عامله ازاي وهكذا يعني. طب شايفه ده ما بيأثرش عليكي بشكل معين يعني؟ بيأثر طبعا، بيأثر من ناحيه طبعا. بص لو المود العام حلو هتلاقي في طاقه كده وفي نشاط، لو في مثلا ترندات لطيفه بتاعت الصور اللي بتحصل كل فتره دي هتلاقي الناس بتشارك مع بعض ذكرياتها، فتلاقي الموضوع لطيف. طبعا بقى وقت الكوارث والحوادث الفظيعه اللي بنقعد نشوفها طبعا اي حاجه بتحصل زي كده انت عارف كعاده اي ترند كل الناس بتحب تشارك فيه، فبتلاقي بجد حواليك كميه طاقه سلبيه مش طبيعيه. طبعا ده بيأثر فينا غصب عننا، حتى لو انت بتعمل سكول داون مش عايز تشوف الحاجات دي بس غصب عنك بتخزن. انت بالظبط، فاللي هو بتطلع لك بقى في كوابيس، تطلع لك بقى في مود وحش، تطلع لك هتجيلك مش هتسيبك. بالظبط هتأثر عليك بشكل انت بشكل يعني مش ارادي حتى ان انت قادر تتحكم فيه. على فكره هي الدراسه قالت كده، على فكره يعني قالت ان في اكتر من 27% بقوا مدمنين مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم كمان انا عايز اقول لك على حاجه بقى، نسبه مش قليله عن 10% عندهم اكتئاب، متخيله؟ بالظبط. انا عايز اقول لك بقى ان انا جربت حاجتين. ايه بقى؟ الحاجه الاولانيه ان انا بقيت افصل كل فتره يعني مثلا كل 3 4 6 شهور حسب حالتي يعني، بقفل الفيسبوك مثلا 10 ايام 20 يوم شهر على حسب. بتقدري؟ بقدر يعني. ايه الجمال ده؟ لا سقف والله، هايله والله. لو جربتها هتلاقي نفسك اصلا مش عايز ترجع يعني. انا بجد انا حد مدمن جدا للسوشيال ميديا، ولما جربت ده يعني انا كنت متفاجئه من نفسي ان انا فعلا مش عايز ارجع، وكنت مستغربه جدا. انا كنت متوقعه ان انا هقفله النهارده كمان ساعتين هفتحه، لقيت لا. نفسي لا اليوم بيعدي وعندي وقت اكتر، مفيش ما بسمعش اخبار وحشه خالص، بتواصل مع ناس طول الوقت، بقيت اكلم صحابي اللي بقالنا كتير ما بنتكلمش، معتمدين ان احنا بنعمل كومنت عند على بعض على الفيسبوك يعني. فلقيت التجربه دي حلوه جدا. حاجه كمان إيه بقى؟ كنت قريت عن دراسه بتقول ان انت عشان تنام نوم افضل ابعد عن السوشيال ميديا والموبايلات قبل النوم. صح. فانا جربت اعمل ده طبعا يعني انت عارف ان احنا قبل ما ننام بنفضل ماسكين الموبايلات كتير لحد جدا لحد ما يقع على وشنا وننام. فبقيت اعمل حاجه بقى ان انا ممكن لو انا ماسكه الموبايل ما افتحش السوشيال ميديا، بس ممكن اتفرج على فيلم، ممكن اسمع مزيكا، ممكن اقرا حاجه يعني، الموبايل في ايدي بس بستخدمه استخدام افضل يخليني اعرف انام. بالظبط. فبقى ده جايب نتيجه معايا لطيفه جدا يعني. حلو جدا برضو يعني، حلو ان انت عارفه ده، حلو ان انت شايفه يعني ان في سلبيات طالعه من الموضوع ده، فانت بتحاولي يعني ايه تظبطيها شويه معاكي. انا جات لي فتره بجد كنت مضغوطه من كميه الحاجات السلبيه اللي كنت بقراها على السوشيال ميديا، ومش مضغوطه اللي هو مجرد كلام، لا انا بقيت حاسه ان انا خلقي ضيق، مش طايقه حاجه، بقيت طول الوقت شايفه حاجات وحشه حواليا يعني، طول الوقت شايفه وبتوقع حاجات سلبيه يعني. النوم نفس الحكايه بقى، يجي لي ارق بشكل رهيب، انام ساعتين واصحى قلقانه، افضل 3 4 ساعات في النص، فالصبح اصحى للشغل مش عارفه اركز. فالموضوع بقى ياثر فيا، فكان لازم واقفه بقى، فكان لازم اعمل حاجه يعني. بيستهلك طاقه كبيره جدا مننا جداً. وعلى فكره كمان المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان انت على السوشيال ميديا بتشوفي الاخبار اللي مش في مصر بس، اللي بره مصر في كل العالم في كل حته، فانت عماله بقى ايه تخزني جواكي كل حاجه جميله ما شاء الله، والفضول بقى انت ممكن يعني انا احيانا
يعني انا احيانا ممكن اقرا خبر فاقرر ان انا مش هقرا تفاصيله. بس بجد في حاجات كارثيه انت عقلك ما بيستوعبهاش، زي مثلا الام العراقيه اللي كانت طبعا يعني حاجه يعني، فانت بتبقى عايز تعرف تفاصيل غصب عنك، انت مش متصور ازاي ممكن بني ادم يعمل كده. فانت غصب عنك بتلاقي نفسك بتروح تعرف التفاصيل فبتكتئب برضو غصب عنك. هو الموضوع كله عامل زي دحلاب كده، عارف لو بيتحبك كده. فعلا والله بيشدك فعلا. بالظبط. راضيه نورتينا جدا. ميرسي جدا يا فاروق. شكرا جدا ليكي. كمان معانا ابو حنفي، معانا محمود. يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمود وطي التلفزيون شويه واسمعني من التلفزيون. حاضر تمام. عامل ايه يا باشتنا؟ اخبارك يا ابو حنفي؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ 100 100. انت كويس؟ وطي التلفزيون شويه يا محمود. التلفزيون. حاضر. تمام كده ولا ايه؟ لا كده تمام. قول لي يا محمود بقى، انت بتحب السوشيال ميديا وبتقعد بالساعات كتير عليها ولا لا؟ انا بقعد بالساعات كتير والله. والله. طب ليه والله؟ بقعد فيه اخبار وفي ليها ايجابيات وسلبيات. انت شغال يا حودة؟ شغال. وبتفتح بقى الفيسبوك على ولا الانستجرام ولا بتفتح ايه اكتر؟ بفتح لا الفيسبوك اكتر حاجه وبعدين الانستجرام. وانت شغال ولا وقت الراحه بتاعتك ولا وانت في البيت ولا ايه؟ لا وانا شغال وقت 24 ساعه. 24 ساعه فاتح الفيسبوك وانت شغال؟ تمام 100 100 يعني. وانا شغال. طب مش حاسس ده بيأثر عليك بالسلب شويه؟ ده هو في سلبيات والله في ايجابيات. ايه بقى السلبيات والايجابيات؟ السلبيات يعني بتعرف اخبار كتير، في اخبار بتيجي من بره انت مش عارفها. دي الايجابيات. الايجابيات في اخبار مش حلوه ممكن نشوفها، حوادث كتير. ماشي دي معرفه يعني، من ناحيه الاخبار والاحداث اللي حواليك انت بتعرفها في وقتها. تمام. لكن من ناحيه السلبيات بقى. السلبيات صراحه الفيس يعني انت مثلا حاسس وانت على الفيسبوك والانستجرام مثلا وقتها وانت بتشتغل بتنتج اقل ولا اكتر ولا ايه الموضوع معاك؟ لا بنتج اكتر. بتنتج اكتر؟ بنتج اكتر. طيب ماشي يا ابو حنف، انت راجل مختلف و100 100. الله ينور عليك. كمان معانا احمد. يا احمد. الو. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا فاروق؟ اخبارك ايه يا احمد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله. عاش من سمع صوتك. يعني وانت كمان والله. صاحبنا هنا في البرنامج ابو حميد. قول لي يا احمد بقى، النهارده موضوعنا يعني عن السوشيال ميديا وادمان السوشيال ميديا بشكل كبير. يمكن الدراسات اكدت وقالت، يعني احنا كنا فاكرين ان ادمان السوشيال ميديا ده للي بيقعد فوق العشر ساعات او تسع ساعات، اتضح ان هو اللي بيقعد فوق الاربع ساعات. بالظبط. قول لي بقى، انت من يعني مدمني السوشيال ميديا بشكل كبير ولا بتقعدش كتير على الفيسبوك والانستجرام؟ يعني هو انا ما كنت الاول ما كنتش حابب اوصل للمرحله دي. بس مع الوقت بتلاقي نفسك تلقائيا انت بتمسك التليفون غصب عنك في اي حاجه عايز تضيع فيها وقت، في مواصلات، في وقت انتظار، في بنك، في اي حاجه تمسك الموبايل وتقلب في اي حاجه عشان بس الوقت يعدي اسرع. اكتر حاجه بتتابعها ايه يعني؟ بتشوف ايه على الموبايل؟ الفيسبوك طبعا، عشان يعني لو مش عايز تخش دايركت ان انت تعرف الاخبار بتعرفها عن طريق الفيسبوك. انت بتحب تعرف الاخبار اكتر يعني؟ بس مش كل الاخبار يعني حاجات وحاجات، بس هو طبعا اي حاجه بتتصدر الترند بقى، سواء خبر، حاجه، ماتش، اي حاجه، فبتلاقيها على الفيسبوك طبعا كل الناس بتتكلم عنها. بنقعد نتفرج كده، عارف انت فيها برضو ايه يعني، انت تقول ايه، انت هتخش شويه هتبص وهتطلع، وبعدين احيانا يعني حتى وانت بتتفرج على يعني حتى وانت بتتفرج على الماتش نفسه تلاقي نفسك بتفتح الفيسبوك عشان عايز تعرف راي الناس ايه، اصحابك رايهم ايه، شايفين الموضوع حلو، شايفين الموضوع وحش، تعليقاتهم ايه. فالموضوع بقى صعب جدا. يا مش عارف اقول لك ايه والله، بس هي فعلا بقت حاجه فينا كلنا يعني للاسف. بالظبط. دي بقت حاجه لا اراديه يعني. تحاول يعني اوقات حتى لما يكون النت مش شغال او انا احاول اقفل الداتا او الواي فاي او حاجه او كده، تلاقي نفسك غصب عنك انت عايز تروح للموضوع، تحس ان في حاجه غلط، في حاجه ما بقتش طبيعيه. ده انا عايز اقول لك يا احمد ان في ناس لو الواي فاي عندها حصل له مشكله ولا الداتا بتاعتها خلصت، دي كارثه يعني. لا بينهاروا، بيحصل لهم مشكله. بالظبط. وتقعد تدور بقى على حد يدي لك هوت سبوت وحاجات كده. موضوع كبير. بالظبط. فيعني احنا ربنا يتولانا والله في اللي احنا عملناه في نفسنا. طب انت يا ابو حميد حاسس ان القعده كتير على الـ على الـ على الفيسبوك او على السوشيال ميديا بشكل عام، يعني شايف ان هي بتخلينا شويه نقل من انتاجنا وتركيزنا؟ كتير طبعا. يعني دي حقيقه. كتير، خصوصا لو انت في الشغل. يعني انت لما تبقى عايز تهرب من اي حاجه او تريح دماغك من اي حاجه تمسك الموبايل تقلب فيه.
بالظبط، لكن يعني صعب جدا الا لو انت شغلك بقى نفسه السوشيال ميديا او حاجه ليها علاقه بالموضوع، ساعتها هيبقى بيديك انتاجيه اكتر، لكن غير كده انت بتعمل حاجه تانية اصلا بتخرجك عن تركيزك في الشغل او في حاجه بتعملها. طب الحل ايه يا احمد؟ يعني شايف كده من وجهه نظرك ممكن نعمل ايه؟ يعني نحاول نشوف السلبيات دي دايما قصاد عينينا، بحيث ان احنا نحاول نقلل من الموضوع شويه. هو ده الحل بالنسبه لي انا كشخصيا، يعني ان انا اواجه نفسي بالموضوع، ان انا اواجه نفسي بالموضوع ان دي حاجه مش يعني كترها مش حلو. انا عموما عن نفسي اصلا مش بحاول اخليها تاثر في حياتي، يعني في ناس بتشارك حياتها كلها دايما على السوشيال ميديا او كده، انا ما بحبش حاجه زي دي، فدي برضو نقطه انا بشوفها ايجابيه بالنسبه لي. انت بتفضل حياتك الشخصيه ما تبقاش بالظبط بالظبط، علشان حتى ممكن تاخد كومنت سخيفه على اللي انت بتعمله، على حاجه عملتها، حاجه مش مقصوده مثلا، رده فعل عاديه الناس تحولها لموضوع الكلام ده كله، فبحب اخلي دي حاجه ليا انا. هي شخصيات كل واحد بيفكر بيشوف الحاجه دي يعني ده جزء بشوفه ايجابي شويه فيا، ان انا مش مخليها مسيطره عليا وعلى حياتي، ان انا مش كل حاجه في حياتي مشاعر للناس وعلى السوشيال ميديا وكده. فبحاول بقى اخد الستيب الثانيه بقى اللي هو انت تخلي الموضوع صحي اكتر من ان هو يبقى ياثر على حياتك قوي. يعني شايف ان حد ممكن يستفيد من قعدته على السوشيال ميديا؟ يعني اللي بيشتغل عليها بس. ازاي بقى؟ الناس اللي هي بتشتغل اصلا اوريدي سوشيال ميديا او ماركتنج او الحاجات دي كلها اللي هي السوشيال ميديا بتفيدها في شغلها، طب اللي بينزلوا اعلانات مثلا السوشيال ميديا او الماركتنج، يبقى هي مش بتفيده بحاجه غير اللي هو معلومات ليه بس او حاجات ليه بس هو كشخصيا. لكن انا مثلا لو عندي بالظبط، لكن انا عندي بروجكت او حاجه وعايز اسوق له او كده، طبعا السوشيال ميديا تبقى اول حاجه زي البيجز بتاعت الاماكن والمطاعم والحاجات دي كلها، فدي مفيده للشغل بتاع الناس دي. لكن انا لو مش شغلي او مجالي مش مستفيد من السوشيال ميديا بحاجه، فهي لا، هي هتبقى بتضيع لي وقتي، اروح لها بقى في اوقات ما تبقاش فيها شغل او ما بقاش مشغول فيها. حاسس ان انت في مره مثلا ممكن اتاثرت شويه بالاخبار اللي على السوشيال ميديا، ممكن دخلت في عزله شويه، في اكتئاب كتير جدا كتير جدا، ما انا ساعتها كنت بحاول بقى ان انا ابطلها بسبب كده. لما يبقى في راي عام، لما يبقى في حاجه او ترند قلب زياده عن اللزوم، الموضوع بقى سخيف لدرجه ان انت شايفه على طول، فما بيبقاش ليك نفس ان انت تفتحه، لان انت عارف اللي هيتقال ايه وعارف اللي داير بقى له كام يوم ايه ودماغك وجعتك منه خلاص. فلو لا خلاص لما تخلصوا بقى اللي انتوا بتعملوه دوت، نبقى بعد كده نشوف نفتح نعمل ايه. هنشوف بقى نعمل ايه. بالظبط. شكرا جدا يا احمد. شكرا يا فاروق. شكرا جدا، نورتنا جدا. بصوا يا جماعه، يعني الفكره في ايه؟ يعني يمكن انا بطول شويه مع اصحابنا علشان خاطر اعرف فعلا الدراسه دي رايحه في الاتجاه المظبوط والسليم ولا لا. يعني اغلبيه الناس ممكن يقول لك ايه، اغلبيه الدراسات اللي بتتعمل دي كلها ما مش لايقه علينا، او مش مع مجتمعنا، او مش مع شبابنا مثلا. يعني لا، هي فعلا اكتر من دراسه، ومش دي بس. يمكن احنا هنا على مدار حلقات كثيره هنا في البرنامج اتكلمنا عن تاثير السوشيال ميديا وادمان السوشيال ميديا، وازاي ممكن نتجنب سلبياتها ونبعد عن المشاكل بتاعتها وناخد بس ايجابياتها. علشان كده الموضوع يعني اكتر من حد بيتكلم عليه، واكتر من دراسه بتتكلم عن القصه دي باستفاضه وبشكل كبير جدا. خلي بالكم الموضوع مش سهل. اهم حاجه نحافظ على اولادنا، وكمان اللي بيدرسوا اونلاين بلاش شويه دراسه وشويه نخش بقى نلعب جيمز والكلام ده، شويه كده بس يعني ايه، ما نطولش شويه. احنا كده خلاص خلصنا معاكم كلامنا عن الموضوع ده، وهنروح معاكم لفاصل، وبعد الفاصل بقى هنستقبل معاكم برضو بعد الفاصل تليفونات من معز لافي، وهو احد مؤسسي مبادره سيره القاهره، والفكره فيها ان هم بيتكلموا عن الاثار المصريه والتاريخيه بتاعتنا والاماكن السياحيه اللي احنا ممكن نزورها ونشوفها. خليكم معانا بعد الفاصل. بصوا يا جماعه، يعني دايما الحضاره المصريه وتاريخنا المصري اللي بيرجع لآلاف السنين، ل 1500 سنة، بنرجع بنتكلم عن الآثار بتاعتنا وأماكننا اللي موجودة داخل القاهرة، وبرضو اللي موجودة في المحافظات المختلفة. ولسه مؤخرا امبارح، يعني الحمد لله امبارح، تم اكتشاف في منطقة سقارة يعني ست آبار أثرية، ويمكن كانوا متواجدين فيها رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وكمان وزير الآثار والسياحة دكتور خالد عناني. وشفنا ده امبارح معانا على ارض الواقع، يعني ما شاء الله عندنا اثرنا لسه لحد النهارده بنستخرجها ولسه بنشوفها. ويمكن ده بيرجع، يعني اللي معانا او الصور اللي معانا دي بترجع ل 2500 سنه، ولسه الوانها زي ما هي. يعني التوابيت عندنا بنشوف قد ايه جمالها والوانها، ويمكن كمان اللي فيها بعض الحاجات الذهبيه او الذهب اللي موجود فيها
زي ما هو، محدش يصدق ان الصور دي او الاثار بتاعتنا دي بترجع لمدة مش قليلة، لالاف السنين. بنتكلم في وقت مش قليل، بنتكلم في فترة زمنية. ويمكن الموضوع برضو الحمد لله يعني ده اول اكتشاف، او دي من ضمن يعني التلات ابار اللي اتفتحوا من الستة. وعلى طول ما استناش الدكتور مصطفى مدبولي، تاني يوم على طول قالك انا رايح نازل اشوف الاثر بتاعنا الجديد ما شاء الله. والحمد لله كل يوم بنكتشف حاجة مختلفة. بلدنا غنية، بلدنا فعلا بلد التاريخ. من ضمن برضو المبادرات التانية يمكن اللي برضو بنشوف الشباب قد ايه ان هم عندهم وعي، قد ايه ان هم برضو بيحاولوا بقدر الامكان ان هم ينقلوا حضارتنا وتاريخنا واثرنا وسياحتنا وكل حاجه ممكن تتخيلوها للعالم كله، عشان قد ايه احنا مقدرين جدا قيمه البلد دي واهميه تاريخنا. اكتر من مبادره بتتكلم عن السياحه بتاعتنا واثرنا، ومن ضمنها كمان اللي بيتكلم عن كل محافظه على حده او منفصله، زي مثلا المبادره اللي معانا مبادره سيره القاهره. سيرة القاهرة يمكن من ضمن المبادرات اللي بتتكلم عن الآثار اللي موجودة داخل القاهرة في المناطق والأحياء الشعبية والمناطق يمكن اللي احنا مش عارفين عنها كتير. أغلبية الناس ممكن تقولك إيه، إن أنا لقيت حاجة شكلها بترجع لحاجة تاريخية أو أثر تاريخي، وفعلا ده بيحصل. من وقت للتاني أنت ممكن بتعدي من مكان بتحس إن هو شكله حتى المعماري إن هو مش جديد، حاجة تاريخية. هو دورهم في سيرة القاهرة ان هم يسلطوا الاضواء على الاماكن يمكن التاريخية والمختلفة علشان خاطر يوضحوها للناس، ويمكن لاقت يعني اهتمام واعجاب كبير جدا على السوشيال ميديا من الناس بقى المهتمة وبتحب طبعا تعرف اكتر عن حضارتنا وتعرف اكتر عن تاريخنا واثارنا. علشان كده دلوقتي هنعرف اكتر منهم بقى هم بيعملوا ايه يا ترى من خلال سيرة القاهرة. احنا دلوقتي المفروض منورنا على التليفون معاذ لافي، وهو احد مؤسسي مبادرة سيرة القاهرة. يا معاذ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا معاذ، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله، كله كله كويس. كله تمام. قول لنا معاذ كده، يعني ايه فكرة مبادرة سيرة القاهرة؟ والله الحقيقة هي مبادرة للمحافظة على الآثار الموجودة داخل القاهرة، داخل العاصمة يعني. تمام. عشان كده حتى اسمها سيرة القاهرة نسبة إلى كتاب ستانلي بول اللي هو المستشرق الإنجليزي، اتكلم فيه عن تاريخ القاهرة المعماري والتراثي والفكري. الحقيقة هي الهدف منها هو تنظيف والاهتمام بالآثار الموجودة في داخل العاصمة، لأن الحقيقة هي بتعاني كتير جدا، لأن مغالبها زي ما حضرتك عارف داخل المناطق الشعبية والمناطق المكتظة بالسكان. وبالتالي فنبدأ نشتغل على الأماكن دي على ثلاث أوجه أو على ثلاث محاور. الأول متعلق بالأثر نفسه، وهو إزالة العوالق وإزالة الأتربة وإزالة القمامة من الأثر، لأن احنا بنعاني الحقيقة من المشكلة دي. المحور الثاني هو استمرارية الحفاظ على الأثر نفسه والاهتمام به من خلال التنسيق مع رئاسة قطاع الأثار الإسلامية والتنسيق في القاهرة. تمام. من خلال ان احنا نبدأ مثلا نركب شبابيك للأثر نفسه، ونبدأ نحوطه بسور بحيث ان هو يمنع عنه القمامة بعد كده، او يمنع عنه مسألة ان هو بتحافظوا عليه يعني. بالضبط. اهم حاجة الاستمرارية، فكرة ان احنا مش هننظف ونسيبه. تمام. فبالتالي لازم نشتغل على مسألة استمرارية الحفاظ على الأثر نفسه. المسألة الثالثة وهي الاهم فيهم كلهم هي المشاركة المجتمعية مع الاهالي حوالين المنطقة الأثرية، لان ده في الحقيقة بيبقى ليه عامل كبير جدا في مسألة الحفاظ عليه. لازم الأهالي حوالين الأثر يحسوا أن الأثر ده جزء من تاريخهم وجزء من سيرتهم الشعبية، عشان يبدأوا يحافظوا عليه ويحسوا بيه. فهو بناء على ثلاث محاور دول إحنا بنقدر نحافظ على الأثر بشكل كامل، يعني لا نخل بأي محور من المحاور دي، بحيث أن إحنا نقدر نستمر في الحفاظ عليه ونبدأ ننظفه بشكل كويس وبتاريخه يعني. عظيم جدا. طيب معاذ معلش هرجع معاك للمحور الاولاني خالص اللي هو ان انتوا بتلاقوا الاثر والمفروض بيتم تنظيفه من الاتربه، وبتقولوا بقى ايه يعني تتعرفوا عليه. طب هنا الاماكن دي المفروض هي معلومه، يعني الاماكن دي معروفه لدي وزاره الاثار، لدي المجلس الاعلى للاثار، يعني هي بتبقى يعني في النطاق الاثري اللي احنا عارفينه، ولا دي بيتم اكتشافها لاول مره منكم؟ والله يا فندم هي الفكره احنا بنشتغل على الاثار المسجله واحيانا غير مسجله بالمناسبه. تمام. بس هو الهدف الاساسي هو الاثار المسجله، والاثار المسجله هي الاكثر اهميه والاكثر
الاكثر الاكثر تاريخيا يعني. كويس. لان معظمها بتبقى اثر فبالتالي بيعدي على 100 سنه فبتسجل كاثر. فهي احنا عندنا تقريبا حوالي عن 1000 اثر مسجلين في القاهره فبنبدا نشتغل عليهم. وليكن مثلا كمثال قبه محمد الحصوات اللي هي موجوده في قرفة الامام الشافعي. هي القبه تقريبا مساحتها صغيره جدا فبالتالي ما عليهاش اهتمام ومفيش حد بيزورها فبالتالي مليانه قمامه ومليانه اتربه وكلام من ده فبالتالي بنبدا نشتغل عليه. هي الاثر مسجل تمام. والاثر بالمناسبه يرجع الى العصر الفاطمي يعني يمتد عمقه التاريخي لحوالي عن 900 سنه تقريبا. فهي المساله باثر مسجل وفي قمامه بس هي الفكره في كده يعني. لكن الاثار غير مسجله برضو تعاني للاسف برضو من اهتمام ولكن الحاجه ان هي غير مسجله يعني هي الفكره في كده غير مسجله يمكن احنا بنبدا نشتغل على الاولويات او بالظبط بنبدا نشتغل على الاولويات وهي الاثار المسجله ان شاء الله في الفتره المقبله يعني نبدا نشتغل على الاثار غير مسجله ونحاول بقدر الامكان برضو ان احنا نسعى مع وزاره الاثار وتنسيق قطاع الاثار الاسلاميه اللي احنا نسجلها بحيث انه برضه يكون على الاهتمام الاكبر يعني ان شاء الله. طيب قول لنا كده بعض الاماكن الاثريه الجديده اللي احنا ممكن ما بنسمعش عنها بشكل كبير. يعني دايما احنا عارفين الاماكن المعروفه بالنسبه لنا داخل القاهره وفي بعض المحافظات الاخرى عن الاثار المصريه بتاعتنا التاريخيه سواء بقى كانت الفرعونيه الاسلاميه ايا كان يعني بنتكلم عن حاجات معلومه لينا. ايه الحاجات الجديده اللي ممكن احنا نقولها دلوقتي على الهواء للناس وبرضه نسلط الضوء عليها؟ والله الحاجات الجديدة اللي للأسف الناس ما تعرفهاش هي معظم المناطق أو الأماكن الأثرية اللي في القرفة سواء بقى قرفة الإمام الشافعي قبة الإمام الشافعي طبعا وحواليها القباب الأثرية والأحواش الأثرية برضو سواء حوش علي مثلا علي بك كبير أو حوش الباشا اللي هي أسرة محمد علي كلها أو مثلا القباب الفاطمية المتعلقة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم برضو في موجودة في قرفة الإمام الشافعي. هنجد برضو في قرافة جلال الدين السيوطي موجود فيها برضو معظم الأثار المملوكية وأثار مهمة جدا غنية بتاريخها وغنية بمستوياتها الأثرية. عندنا برضو قرافة المماليك سواء الشمالية أو الشمالية والجنوبية اللي هي قرافة جلال الدين السيوطي. الشمالية اللي موجود فيها مجموعة السلطان قايتباي ومجموعة فرج بن برقوق ومجموعة السلطان إنال وقرقماس وغيره. الأماكن دي مهمة جدا سواء تاريخيا أو معماريا لأنها غنية جدا ولها عمق كبير جدا في التاريخ المصري أو التاريخ الإسلامي. وللأسف ما عليهاش ضوء كبير من الناس لأنها طبعا زي ما حضرتك عارف في القرفة وكلام من ده فهي معظمها مقابر وحواليها بالظبط. فالناس بتركز شوية على شارع المعز الموضوع هادي ولطيف والسلطان حسن وغيره. لكن الأماكن دي أماكن مهمة جدا تاريخيا وأثريا ولكن للأسف تعاني يعني من قلة الزيارة. يمكن اهتمام الناس أكتر بالأماكن اللي تروح يعني تشوفها وتتبسط بيها وفي نفس الوقت برضه تقضي يوم يعني فاهم اللي بالنسبة لها في شيء مختلف يعني. حتى كمان يمكن مؤخرا من ضمن الحاجات بتاعتنا يمكن اللي تم تجديدها قصر البارون. بالظبط. يعني مين يصدق دلوقتي قصر البارون بالشكل وبالجمال الجميل ده؟ دلوقتي الناس بقت قاعده فيه يعني طول اليوم تروح تقضي يومها هناك في قصر البارون فاهم يعني. اقصد احنا بس مجرد بنسلط الضوء على شيء معين ونوضح للناس يعني اهميه الاثر ده او المكان التاريخي ده انت على طول بتلاقي الشباب والناس من نفسها بتروح المكان ده بس اهم حاجه يبقوا العلمي بيه بشكل كبير وواضح. طب كلمنا كده برضه يا معاذ عن يعني دور بقى السوشيال ميديا معاك التفاعل معاك عامل ازاي معاهم على السوشيال ميديا؟ لا الحقيقه الناس بتتجاوب معانا جدا مسألة سواء تنظيف الآثار أو التوعية من خلاله. يعني احنا كنا في الأول بنبدأ نكتب بوستات عن أو بنعمل أحيانا فيديوهات عن الأماكن الأثرية دي اللي هي مغمورة في القاهرة ونبدأ نعرف الناس بيها كمهتمين وأكاديميين أكاديميين في مجال الآثار يعني. الحقيقة في تجاوب كبير جدا من الـ من الـ من الناس على السوشيال ميديا وده غير متوقع بالنسبة لي. الحقيقة الناس بتهتم بتاريخ جدا خاصة إن هو إن احنا تاريخنا شيق وثري يعني تاريخنا تاريخ المصري تحديدا يعني هو اكثر تاريخ ثري وشيق في التاريخ الاسلامي كله. يعني في احداث كتير جدا في التاريخ المصري يعني متعلقه بحياه الناس ومتعلقه ب حياتهم ومعيشتهم فالناس بتحس ان في تفاعل ما بينها وبين تاريخها خاصه ان احنا يعني ده تطور لتاريخنا. لما بحكي لك قصه تاريخيه انت بتحس ان في عمق تاريخ ما بينك وبين في عمق ارث وتراث ما بينك وبين بتحس ان انت امتداد للقصة دي وبتحس ان انت امتداد للتاريخ وانت جزء ومكون من اساسي من القصة دي فبالتالي انت بتبدأ تتجاوب معاه بشكل كبير جدا. الناس تجاوبت مع المسائل دي في الاول وبالتالي بعد كده لما بدأنا نشتغل على الاماكن الاثرية
والحقيقه لقينا تجاوب كبير جدا 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 لما بدانا نشتغل على اوضه محمد الحصواتي اللي هي موجوده في قرفه الامام الشافعي. تجاوب كبير جدا ما بين الناس على السوشيال ميديا. كان الحقيقه غير متوقع وبسطنا جدا بالمساله دي، وهذا حفزنا ان احنا نبدا نشتغل ازيد وازيد في توعيه الناس باهميه الاثار ونبدا نشتغل عليها تاني. طب عظيم جدا. هيتم بقى عندكم يعني توسيع المبادره بشكل اكبر ولا برضه هكون داخل القاهره؟ يعني لا هو في الاول داخل القاهره، لان داخل القاهره بالمناسبه احنا بنتكلم عن 1000 اثر وزياده، فهي الموضوع بالنسبه لنا مش صغير ان احنا نخلصه مثلا. ويمكن ازيد والله يا معاذ، يعني لحد امبارح متهيألي بقى وزاد وكده، يعني في 6 ابار اهو في سقاره تم اكتشافهم. اه بالظبط، ما انا بقول لحضرتك هي الفكره ان احنا كل يوم بنكتشف ازيد واسد، وكل ما بيمر الوقت اكتر بنضيف اثر اكتر. يعني انا ممكن السنه الجايه هيبقى في استضافه اثار اكتر او في اكتشاف اثار اكتر. صح. فبالتالي القاهره غنيه جدا بالاثار سواء الاسلاميه او المصريه القديمه. فبالتالي هي مساله نكتفي بالقاهره الاول دلوقتي، وبعد كده ان شاء الله نوسع على مستوى المحافظات بعد كده. بالتوفيق يا معاذ، يعني طبعا مبادره مهمه جدا، مبادره سيره القاهره. شكرا جدا ليك ولكل زملائك، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جدا. هو ده الكلام، هم دول الشباب. ايوه كده، عايزين دايما نهتم بالحاجات اللي تفيدنا والحاجات اللي مكتوبه دايما في تاريخنا، هو ده اللي احنا دايما لازم نسلط عليه الضوء بشكل كبير ويطلع له النور. طيب احنا كده خلاص خلصنا معاكم كلامنا وموضوعاتنا، هنروح معاكم بقى برضو الموضوع مهم جدا بعد الفاصل، وهو عن تسريب الاطفال من التعليم. موضوع مهم جدا، ازاي ممكن نخلي الاطفال يعودوا مره اخرى ان شاء الله للتعليم بالنسبه للمتسربين، وده هيكون من خلال اول مؤسسه عربيه بتفوز بجائزه اليونسكو من حمدان للتعليم، وهي هتكون معانا مؤسسه تعلمني بعد الفاصل، خليكم معانا. بصوا يا جماعه، دلوقتي احنا معانا نموذج ايجابي قدر فعلا ان يخلي الحلم يبقى حقيقه. لما بنتكلم عن التعليم، طبعا التعليم مهم جدا في حياتنا، لكن لما بنلاقي عندنا في اطفال يعني متسربين من التعليم، دي حاجه بتضايقنا جدا، وبنقعد نتكلم ونقول يا جماعه نحاول قدر الامكان ان احنا ما نشغلش الاطفال وهم صغيرين، بلاش تسريب الاطفال من التعليم والكلام ده كله. طبعا الدوله بتحاول بقدر الامكان وبكل ما في وسعها ان هي تقدم بقى كل حاجه عشان خاطر تخلي يعني التعليم يبقى في أحسن شكل وفي أحسن حال، لكن ده لا يمنع أن احنا عندنا بعض المؤسسات الأخرى برضو ودور المجتمع المدني برضو أن هو كمان يساعد ويحاول أن هو يخلي الأطفال تعود مرة أخرى للتعليم. النهاردة احنا منورنا يعني مؤسسة علمني، وهي مؤسسة يعني لأول مرة كمان مؤسسة بتفوز بجائزة اليونسكو من حمدان بن راشد المكتوم كأول مؤسسة عربية بتفوز بالجائزة دي، وما شاء الله حاجة يعني كلنا نفخر بيها جدا. والنهاردة منورانا كريستين صفوت، وهي المدير التنفيذي لمؤسسة علمني. يا كريستين بنرحب بيك معنا. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. في البدايه كده طبعا انا جدا طبعا، واحنا كمان. طيب كريستين، في البدايه كده عرفينا ايه هي مؤسسه تعلمني، يعني تم تاسيسها من امتى وايه دورها كمان؟ هي مؤسسة تعلمني اتأسست من 10 سنين عن طريق ياسمين هلال، وهي أول ما ابتدت كانت الفكرة في الأول إن هي تبقى بتجمع تبرعات علشان الأولاد اللي هي متسربة من التعليم ترجعهم تاني للمدارس الحكومية. وكان الموضوع أكتر حاجة تطوعية، وكانوا فعلا بيتلم تبرعات علشان الأولاد دول ترجع تاني المدرسة. لكن مع الوقت ومع الاحتكاك بالأولاد دول ابتدينا نكتشف يعني حقيقة بقى الأولاد دول بيتعلموا فعلا قد إيه، والجودة التعليم عاملة إزاي. ومن هنا بقى جات فكرة إن الحلم الكبير بتاع المؤسسة والتحول بقى اللي حصل للمؤسسة. إيه هو بقى التحول اللي حصل للمؤسسة بشكل أكبر؟ المؤسسة دلوقتي حلمها إن إحنا نشتغل على تحسين جودة التعليم في مصر. تمام. وبالأخص في المدارس الحكومية. كويس. وإحنا بنقول ده نفسنا قوي إن إحنا نعيد تعريف التعليم في مصر. دايما بنفكر إن التعليم يعني الولد يبقى بيعرف يقرأ ويكتب. ولو ان ده طبعا مهم جدا جدا وبنركز عليه بشكل كبير، لكن كمان الاهم ان احنا نبقى بنشتغل مع الاولاد، مع الطفل ككل. يعني بشتغل على الجانب النفسي زي ما بشتغل على الجانب الاكاديمي بالظبط. فان احنا نبقى مركزين على قدرات الاولاد، ان هم يكتشفوا نفسهم، ان هم يبقوا قادرين يحطوا اهداف، يقدروا يحلموا، يقدروا يتحركوا تجاه الحلم ده. فده اللي احنا نفسنا وبنحلم بيه. بنعمل ده من خلال ايه؟ من خلال 3 برامج اساسيه. الاولانيه هي ان احنا عندنا مدرسه مجتمعيه في الطلبيه،
والمدرسه دي في منطقه ظروفها صعبه جدا، والهدف منها ان هو ده المكان اللي احنا بنبني فيه النموذج التعليمي بتاعنا. وده المكان اللي برضو بيربطنا بالسياق المصري، فبنقدر نشوف فعلا التحديات الحقيقيه اللي موجوده على ارض الواقع، وبنقدر منها نتعلم ونفهم ونبتكر في النموذج بتاعنا. ده فيها كم طالب؟ 3000. المدرسه دي فيها 400 طالب من المنطقه. واحنا بنشتغل على طبعا القراءه والكتابه والحساب، لكن كمان بنشتغل على التعلم العاطفي الاجتماعي بتاع الاولاد. يعني ايه؟ يعني على الجزء النفسي بتاع الاولاد، على مهاراتهم، على زرع قيم في حياتهم. وبنعمل ده كمان، وبنقدر نقيس الاثر ده سنه بسنه علشان نشوف هم فعلا بيتطوروا قد ايه، مش بس اكاديميا لكن كمان نفسيا وعاطفيا. وكمان بنعين ناس من المنطقه وبندربهم، نشتغل معاهم على تنمية مهنية علشان هم يعرفوا ان هم يشتغلوا على الاولاد وعلى النموذج ده. يعني توفير وظائف ما شاء الله. وكمان التعليم ده الاساسي بالنسبة لكم، ده بالنسبة لأول برنامج. تاني برنامج ايه؟ تاني برنامج ان احنا الممارسات الناجحة اللي طالعة من مدرستنا بنستهدف ان احنا بقدر الامكان ناخدها وننشرها جوه المدارس الحكومية. فبندخل جوه المدارس الحكومية في برنامج اسمه رحلة تطوير المدارس. البرنامج ده هدفه ان احنا من الاخر كده نعمل زي تحول في المدرسة، ان تبقى المدرسة مدرسة تعلم مستمر. يعني ايه؟ يعني يبقى طول الوقت المدرسة بتطور من نفسها وبتشوف ايه تحدياتها وبتحاول تطلع وتبتكر في افكار وتتحرك لقدام. بنعمل ده من خلال شغل تنمية مهنية بيحصل مع كل الفئات اللي جوه المدرسة، من اول المدرسين للاخصائيين للمديرين للاهالي للطلاب. يعني بنشتغل مع مجتمع المدرسة ككل، بهدف ان احنا نحسن اولا اداء المدرسين جوه المدرسه، ثانيا نحسن بيئه التعلم جوه المدرسه. كويس. فيبقى في بيئه امنه في المدرسه وفي بيئه تعلم جوه المدرسه ما بين المدرسين. مش بس كده، كمان بنختار كوادر من المدرسين دول وبندربهم ان هم يبقوا بيتعلموا ان هم يصمموا هم برامج تنميه مهنيه ويطبقوها وينفذوها جوه مدارسهم. فبيبقى من الاخر هم بيعملوا دورنا بعد ما احنا نمشي من المدرسه. يعني هو بيتعلم بعد كده يعلم. بالظبط. فطبعا ده حاجه محترمه جدا. ده تاني برنامج. في بالزبط. برنامج تالت. الحاجه الثالثه هي ان احنا بقى الممارسات اللي طالعه سواء من المدارس اللي اشتغلنا فيها او من مدرستنا احنا بناخدها وبنحاول ان احنا نرجعها لصانع القرار في مصر. علشان هدفنا في الاخر مش ان احنا نشتغل على 400 مدرسه ولا 1000 مدرسه، بس احنا هدفنا ان المنظومه ككل يحصل فيها تغيير. ومصر فيها 54000 مدرسه حكوميه، فعمر ما هيحصل تغيير حقيقي غير لو احنا كلنا بندعم الوزاره وبندعم النظام ان هم يقدروا فعلا يبقى في ممارسات ناجحه يبنوا عليها وتنتشر في السلسلة. ازاي بيتم التعاون ما بينكم وبين الوزاره؟ يعني على ارض الواقع، يعني انتوا كمان داخلين في المدارس الحكوميه. مظبوط. ايه اللي بيتم بالظبط؟ احنا مضين بروتوكول تعاون اتمضى السنه اللي فاتت مع وزاره التربيه والتعليم، ودي حاجه يعني احنا بنفتخر بيها جدا. والبروتوكول ده بيدينا اكسس او دخول للمدارس الحكوميه كلها، 54000 مدرسه حكوميه على نطاق جميع المحافظات. فبيدينا بالظبط، فبيدينا مساحه ان احنا نشتغل في البرامج التنميه المهنيه بتاعتنا، فهو بندخل من خلال الوزاره دايركت. معلش برضو عايز افهم ايه دوركم؟ يعني بتشوفوا كم طفل موجود في المدرسه؟ في اطفال قد ايه ما بقوش بييجوا؟ يعني ايه الدور بالظبط؟ دورنا بيبقى ان البرنامج ده بيبقى رحله، بتبقى رحله تعليميه مدتها حوالي 3 سنين. تمام. بنشتغل على تنميه مهنيه، بمعنى ان احنا بنشتغل بنعمل حاجات مختلفه. اولا بنعمل تدريبات للمدرسين والمديرين والاخصائيين، كمان بنعمل متابعات وبنزورهم في الفصول، بنعمل لهم زي كوتشنج، بنديهم كمان مساحه ان هم يكونوا جزء من حاجه اسمها مجتمع الممارسه. مجتمع الممارسه ده مجتمع اكبر شويه بيضم كل المعلمين والتربويين اللي احنا اشتغلنا معاهم على مدار السنين. فبيقدروا ان هم ينقلوا خبرات بعض ويتعلموا من بعض، وكمان يبقوا عندهم اكسس للمدربين بتوعنا لو هم محتاجين منهم حاجه. نقدر نقول في احصائيه موجوده للاطفال اللي هم المتسربين من التعليم؟ عندنا في عدد ليهم؟ مش معايا الرقم بالظبط، بس احنا حاليا مركزين اكتر على الاطفال اللي مش متسربين ولكن تمام. جوه النظام، ولكن يمكن مش بيتعلموا بنفس الجودة اللي احنا نفسنا يكونوا بيتعلموها. يعني يمكن الناس اللي معاها فلوس تدخل في مدارس خاصة يمكن بتبقى عندها فرصة أعلى من الأولاد اللي بيبقوا في مدارس حكومية. ولكن بنرجع ونقول مصر فيها 54000 مدرسة حكومية و 6000 مدرسة خاصة، فأغلبية الأولاد بتوعنا طالعين من المدارس دي. عشان كده
مهم قوي ان احنا نبقى بندعم، وللاسف ناس قليله قوي. يعني هو نظام كبير واحنا نفسنا كمؤسسه ان ما يبقاش احنا وكم حد بس اللي بيشتغل، لكن حقيقي النظام كبير ومحتاجين ناس كتيره قوي تبقى بتشتغل في المجال ده علشان تطور وترفع من كفاءه المدرسين وتساعدهم في التحديات، لانه التحديات اللي بيواجهوها جوه المدارس تحديات حقيقيه. طيب كريستين، هل انتوا بتخطوا سن معين؟ يعني من سن كام لكام؟ احنا لما بنشتغل مع المدرسين طبعا بنشتغل مع اي مدرسين ايا كان السن والخبره، ولما بنشتغل مع الطلاب جوه المدارس الحكوميه بنشتغل في معسكرات بيبقى من سن 9 لسن 12 سنه. من 9 ل 12 سنه؟ ايوه. طب كلميني كده عن يعني بعض الاطفال اللي هم ممكن كان عندهم مشاكل او متسربين من التعليم ورجعوا مره تانية، كلمينا كده بقى دلوقتي اخبارهم ايه؟ بقى دماغهم عامله ازاي؟ يعني برضه عايز اعرف ايه اللي حصل؟ الفرق اللي حصل ما بين ان هو دلوقتي بقى يعني بشكل كبير بيكتسب بعض المهارات المختلفه وبيتعلم، وان هو كان خارج التعليم. لسه كنت بحكي في برنامج قصه وحابة احكيها تاني على طفله كانت حضرت المعسكر بتاعنا، وهو معسكر يعني هدفه بناء قدرات الطفل او بناء الشخصيه، والمعسكر ده مدته 3 ايام بالظبط. والطفلة دي بعد المعسكر هي كانت في الأول واخدة جنب كده، والمدربين بتوعنا كانوا يعني كل شوية بيحاولوا يدمجوها مع الأولاد وكده، ولحد ما اندمجت مع الأولاد. بعد المعسكر ما خلص جات الأم وكانت بتعيط يعني بتطلب من الفريق عندنا إنه نفسي بنتي تحضر معسكر تاني مع مدرسة تانية يعني. فما كانوش فاهمين ليه يعني عايزينها تحضر تاني، فعرفوا بعد كده ان الطفله دي كان عندها كهرباء زياده على المخ، وهي بتتعالج بقالها كتير جدا، وللاسف حالتها الصحيه ما كانش فيها اي تحسن. والحاجه الغريبه جدا ان بعد المعسكر ده كان عندها ميعاد دكتور، والام راحت بيها، والدكتور بيقول لها لاول مره في حياتك هقول لك ان بنتك في تحسن في حالتها الصحيه. واحنا يعني دي حاجه كانت بالنسبه لنا يعني ده شيء ايجابي جدا جدا، لان احنا ما بنشتغلش على اي حاجه صحيه، ولكن ده بيدل على انك لما بتشتغل على الجزء النفسي بيأثر على البني ادم ككل، وده ان دل على شيء بيدل على اللي احنا بنحاول نقوله انه اعاده تعريف التعليم في مصر، انه احنا واحنا بنعلم اطفالنا احنا مش بنعلمهم ان يقروا ويكتبوا، احنا بنعلمهم ازاي يكونوا بني ادمين، بنعلمهم يعرفوا نفسهم ويعرفوا امكانياتهم ويعرفوا يكونوا اصحاء كيان. بالظبط. اعرف ذاتك واعرف انت يعني قد ايه ممكن تبقى موهوب في شيء معين وتكبر فيه. بالظبط. طبعا يعني الدور النفسي والعامل النفسي من اهم الادوار يمكن اللي موجوده في كل شيء، حتى كمان في اصعب الامراض. يعني بنتكلم حتى لو لا قدر الله في الكانسر، يعني برضو الدور النفسي هنا اهم عامل. صح. عشان خاطر المريض يتعافى. صح. ويتم شفائه. وعايز اقول لك كمان ان احنا الجانب النفسي مش بس مع الاولاد، كمان مع الكبار، مع المدرسين، يعني دي حاجه احنا بنختبرها احنا عندنا. يمكن ده الاهم، خلي بالك. بالظبط. لان هو اللي بيتعامل معاهم. بالظبط. ولان يعني حتى البحوث بتقول ان هو اول ما المدرسين نفسهم بيبقوا نفسيا احسن، ده على طول بيرفلكت او بينعكس على الطالب، وعندنا كميه قصص نجاح لمدرسين كانوا معانا مش قادرة أقول لك. يعني واحدة منهم كانت مدرسة معنا، وبعد ما اشتغلت معنا في البرنامج ده بعد شوية قالت أنا كان عندي حلم من زمان وكان مات، وكنت حاسة أن خلاص يعني موضوع الأحلام ده أكيد مش يعني مش حاجة بتحصل يعني. فكان حلمه ومات وخلاص. بعد ما حضرت التدريب، إحنا ما بنتكلمش على أحلام الأفراد ولا أي حاجة، بس بعد ما اشتغلنا معاها الرحلة التعليمية جت بعد كده قالت انا عايزه ارجع اعمل حلمي، انا افتكرت حلمي وعايزه ارجع اعمله وامشي وراه. وهي مدرسه في سوهاج، وفعلا مشيت ورا حلمها وفتحت مركز حضانه ومركز لاطفال ذوي احتياجات خاص. بعد الرحله معاها الفتره دي كلها وجهتوها ان هي تحقق حلمها مره تانية. احنا ما يعني احنا ما عملناش ده، هي بتواجدها حست انه لا ينفع الواحد لسه يحلم ولسه ينفع يمشي ورا هدفه ويحققه. لاصغر الاسباب كان في باب مقفول انتوا فتحتوه قدامها، فالموضوع انطلق من هنا. والمدرسين والمعلمين طبعا دوركم بالنسبه لنا يعني دور محترم ومن اهم الادوار اللي موجوده لينا وللتعليم وللمجتمع، وخرجتوا اجيال واجيال مهندسين واطباء مش هقول كل حاجه خرجتوها. قد ايه الطفل ممكن يبقى متمسك جدا بمدرس بتاعه ويحب الماده بتاعته، وقد ايه كمان طفل ممكن يكره المدرسه ويكره الماده بتاعته منك او من حضرتك، فخلي بالكم من الجزئيه دي. طيب
كريستين، عايز اعرف منك برضو دور المؤسسه معاكم، ان انتوا ما شاء الله اول مؤسسه يعني تاخد جائزه اليونسكو من حمدان بن راشد المكتوم كاول مؤسسه بتفوز بقى بالجائزه دي، كلمينا كده عنها شويه وازاي فزتوا بيها. بص، اول حاجه هي الجائزه دي يعني بيتقدم ليها مؤسسات من دول مختلفه حوالين العالم، واحنا لما عرفنا بالجائزه قلنا نقدم يعني. وهي الجائزه دي مخصوصه للناس اللي بتشتغل على كفاءه المعلمين، فاحنا قدمنا بالبرنامج اللي كنت بحكي لك عنه اللي هو رحله تطوير المدارس اللي هو مركز على المعلمين والتربويين. ولما قدمنا كمان الصراحه كان في دعم كبير قوي من وزاره التضامن الاجتماعي جدا، وانا يعني حابه اشكرهم جدا على ده. كان وقتها الدكتوره غاده والي هي اللي كانت موجوده، وهم ساعتها كمان يعني رشحونا كمان للجائزه، احنا قدمنا وهم يعني تم ترشيحنا من ناحيتهم. والموضوع ده بقاله اكتر من 8 شهور لانك بتقدم من بدري جدا وبيطلب منك اوراق معينه وشرح تفصيلي للبرنامج، وبعديها بقى اتفاجئنا ان هم بيبعتوا لنا ويقولوا لنا انتم من الفائزين. حتى احنا لما عرفنا ان احنا من الفائزين ما كناش عارفين ان احنا اول مؤسسه من دوله عربيه. والحمد لله بعد ما طلعت الاعلان عرفنا بقى ان احنا هي المؤسسات اللي كانت موجوده كانت كلها من العالم كله. بالظبط، من الدول العربية بس؟ لا، من العالم كله، وبيفوز منهم 3 بس. وهي الجائزة دي بتمنح كل سنتين. يا كريستين مبروك. الله يبارك فيك. مبروك عليكم مرسي. ومبروك علينا احنا كمان، كسبنا مؤسسة كبيرة ومؤسسة محترمة بتساهم في المجتمع بشكل كبير وواضح مع الأطفال ومع المعلمين من ناحية التعليم. ألف شكر لكم جدا جدا جدا، وسلامي لكل واحد من عندكم. شكرا ليك جدا، ومبسوطين قوي ان احنا نكون معاك النهارده. كريستين صفوت المدير التنفيذي لمؤسسه علمني، نورتينا، وبالتوفيق لكم يا رب ان شاء الله. احنا كده خلاص خلصنا معاكم بقيه فقراتنا في اول ساعه من انبوكس، على طول بعد الفاصل عيش صح، خليكم معانا. مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح. النهاردة احنا هنتكلم عن كيفية التعامل مع الأوزان فوق 200 كيلو. هنعرف مع بعض ايه هي معايير الأمان وكمان طرق العلاج، لكن اسمحوا لنا في البداية نرحب بضيف فقرة النهاردة، وهو الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ دكتور جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طبعا احنا النهاردة موجودين في مركز دكتور كريم صبري في المعادي، وطبعا يا دكتور انا بشكرك جدا على استقبالك لينا النهارده. دكتور كريم، خلينا في البدايه النهارده نتكلم على كيفيه التعامل مع الاوزان فوق ال 200 كيلو. طبعا حضرتك عارف ان اي مريض سمنه مفرطه، طبعا فوق 200 كيلو احنا كده بنتكلم على السمنه المفرطه. طيب اي مريض سمنه مفرطه دايما بيبقى عنده قلق شويه كتير، بيبقى دايما خايف على نفسه، بيبقى عنده مشاكل لان ممكن يكون مرضه اللي هو السمنه ده مصاحب لامراض تانية كتير زي السكر والقلب والضغط وغيره كتير. دلوقتي لو جه لحضرتك بيشنت بيعاني من سمنه مفرطه، زي مثلا وزنه 200 كيلو، هل انت بتتقبل الحاله دي يعني بتقول كده خلاص انا هدخل اعمل للحاله دي عمليه تكميم او تحويل بدون اي خوف او قلق؟ تحياتي لحضرتك وكل سنه المشاهدين. احنا طبعا بنبقى في منتهى السعاده ان احنا نشوف الاوزان الكبيره قوي دي، يعني طبعا هم دول اكتر ناس يعني يمكن عندهم مشاكل صحيه، وقد يكون ان من كتر السمنه ما هي حبساهم بتخليهم ان هم عندهم تخوف من اجراء العمليه شديد. انا والله النهارده فعلا النهارده يعني من ضمن العينين كان عن 220 كيلو النهارده. أوكي. يمكن انتوا حد شافه من النهارده. المشكله ان هو اهله جايبينه زي ما تقولي كده بعد اقناع شديد، يعني ان هو مش عايز يجي، يعني هو مش عايز يجي، وسن مش كبير، يعني سن حاجه 40 سنه 47 سنه، وزن فوق ال 220 كيلو، المفاصل مش شايله وزنه، مش قادر تشيله، قاعد في البيت ما بيتحركش خالص، هو مش قادر المفاصل تشيله. طب ده هيوصل لفين؟ يعني هيعمل العمليه امتى؟ يعني هو هيعمل العمليه امتى؟ طيب احنا بقى يعني بنتعامل ازاي مع الحالات دي؟ احنا دي حالات، احنا دي الورده الطبيعيه، احنا جراحين سمنه، انا استاذ جراحات سمنه، مش ما بشتغلش في حاجه تانية. أيوه. اقصد انه مش حاجه ده تخصصك خالص، ان احنا نشوف عيان فوق ال 300 كيلو فوق ال 200 كيلو، هو ده الطبيعي. نمره 2، اللي بيحصل ان العيان بيبقى عنده تخوف لانه مش قادر ياخد نفسه، هو قاعد اصلا على الكرسي، قاعد بينهج على الكرسي ومش قادر ياخد نفسه بالليل وتعبان،
والنهارده من ضمن الحاجات شنطه ادويه كبيره جدا فيها حاجات للكوليسترول وحاجات للكبد وحاجات الكبد الدهني الامعاء للانزيمات وعنده حاجات الكوليسترول العالي وضغط عالي وسكر، يعني جحيم من العلاج، جحيم من الحاله الصحيه اللي مش مخليه. وخلينا ما ننساش حاجه، ان احنا مش عايزين نوصل الوزن ده. احنا ايه اللي خلينا نوصل لوزن 200 كيلو وبعد كده نقول انا عايز اوصل اعمل عمليه وابتدي افكر اعمل عمليه؟ وزنك كسر 20 30 كيلو فوق الوزن الطبيعي، اعمل العمليه من دلوقتي، عمليه سهله في تلت ساعه خلص نفسك يعني. مش لازم ربما يكون وزنك 90 كيلو وطولك 150 سنتيم، ما تستناش. فعلا عرضنا حالات قبل كده عند حضرتك في المركز، انت كنت بتعالجهم من السنه المفرطه، كانت اوزانهم فوق 300 كيلو، فوق 300 كيلو، يعملوا العمليات ما فيش مشكله، لكن احنا بس بنحضرهم يعني بحرفيه شويه، يعمل فحوصاته الكافيه، يعمل تحاليله الكافيه، يتجهز، يعمل في مكان امن لاجراء العمليات. يعني مش عايز اروح في مكان يعني ترابيزه العمليات ما تستحملش وزن كبير، عايز اطباء تخدير على اعلى مستوى يكون عارف ان هو بيعمل لوزن كبير كل يوم، عنده بيشوف الحالات دي كل يوم بقاله سنين. عايز نقطة التخدير دي يا دكتور، بنبقى عايزين دايما كده يبقى في امان شويه منها، يعني دايما التخوف كله بيبقى من نقطه التخدير، ان كانت في الاطفال او في الشباب او في كبار السن، التخدير التخدير. ف يعني كلمني شويه عن نقطه التخدير دي خصوصا هنا في المراكز عند حضرتك. التخدير الحقيقه طبعا احنا يعني ده جزء لا يتجزا من اجراء العمليه. التخدير لازم يكون فعلا حابب ان هو يتعامل مع مرضى السمنه، لانه عارفين برضو عندهم مشاكلهم. يعني هو مش بيتعامل مع عيال مثلا 70 كيلو 80 كيلو ولا، يعني ده بيتعامل مع وزن كبير، ومفيش مريض سمنه سليم. يعني صحيح. دايما هتلاقي في حاجه، يعني اللي ما جالوش سكر هيجي له سكر بعد شويه، اللي ما جالوش ضغط هيجي له. انا مش بخوف الناس والله خالص، لكن ده واقع. ده في حاجه اسمها الميتابوليك سندروم. الميتابوليك سندروم ده اللي هو كانوا مسمينه سندروم اكس، يعني كل ما يزيد الوزن كل ما تلاقي عندهم كوليسترول عالي في الدم، وكل ما تلاقي عندهم سكر وعندهم ضغط عالي، وما كانوش عارفين المتلازمه ما بين السمنه والثلاث امراض دول. يعني كان سندروم اكس الى ان تم اكتشاف ان هو ده جزء من مرض السمنه. يعني جزء من مرض السمنه الضغط والسكر والكوليسترول العالي والمشاكل الصحيه اللي بتحصل جزء لا يتجزا من السمنه. وبالتالي احنا في شغلنا الطبيعي بالنسبه لنا ان احنا ما عندناش مريض سليم، يعني فدي حاجة عادية جدا. يعني احيانا بتكتشف سكر. احيانا بتكتشف في ضمن الفحوصات، يعني احيانا دكتور حاجة بتكتشف ان ده مريض سكر مع السمنة مع التحاليل والفحوصات. صحيح؟ فعلا بيبقى جاي يعمل عملية ووزن كبير وعايز يعمل فحوصات، بيكتشف ان فيه سكر، ويكتشف ان فيه ضغط مش متشخص، وبيكتشف ان فيه كوليسترول ودهون في الكبد، في شوية مشاكل بتظهر. فاحنا مش عايزين ننتظر ان ده يجينا، وعايزين نقول ان التخدير اللي هو بينيم الحالات السمنه المفرطه هو مش هيتفاجئ بحاله سمنه مفرطه، هو كل يوم شغال في الحالات دي، هو كل يوم بيعالج مرضى صعبين جدا. احيانا بتبقى شورت نك، رقبه قصيره جدا، احيانا بيكون الحلق مليان دهون وبقى الانبوبه بتاعته صعبه جدا، عنده بقى الاجهزه وعنده التولز اللي هو مجهزها مسبقا ان هو يعمل بقى العمليه. يعني مثلا ان ده يحصل المشكله في التخدير امتى؟ لما يبقى مريض سمنه بيروح يعمل عمليه غير عمليات السمنه في مكان غير مجهز للسمنه. يعني مثلا رايح يعمل مراره، مريض سمنه رايح يعمل مراره في مكان مش متخصص في السمنه، هم عندهم بقى التخدير مش مجهز لده، الترابيزات مش مجهزه لده، ادويه البنج مش مجهزه لده، الاجهزه اللي بتدخل الانبوبه حتى مش مجهزه لده، ساعتها ممكن يحصل المشكله. لكن لما بتروح مركز سمنه متخصص هو عادي، ده حياته الطبيعيه ان هو عارف ان الانبوبه صعبه، وعارف ان البنج ليه ادويه بتاعته اللي هي تفوق العيان بعد ثانيه واحده من اجراء العمليه، ما يقعدش فتره كبيره، عايز ياخد نفسه بسرعه، عايز يتواصل مع المكتبه بسرعه، مش عايز يقعد فتره كبيره تحت تاثير البنج. فده في مراكز السمنه المتخصصه مفيش اي قلق من اجراء من التخدير، لان التخدير في المراكز المتخصصه هو يعني دي حياته اليوميه، هو مش متوقع يعني ان هو يلاقي عيان سليم خالص في السمنه، لان مرضى السمنه فعلا عندهم مشاكل كتيره قد تتعلق بالنفس، قد تتعلق بحاجات كتيره جدا. بما اننا يا دكتور النهارده بنتكلم على كيفيه التعامل مع الاوزان فوق ال 200 كيلو، خلينا نطلع مع بعض نشوف التقرير اللي جاي ونرجع تاني نكمل حوارنا سوا. اسمحوا لنا نشوف مع بعض التقرير اللي جاي ده ونرجع لكم على طول. انا اسمي عمر احمد حسن، عندي 33 سنه، كان وزني 164 كيلو، وعملت عمليه تكميم معده مع الدكتور كريم صبري من حوالي سنة كده، سنة وحاجة. الحمد
الحمد لله انا دلوقتي 100 كيلو ومبسوط جدا، حياتي اتغيرت 100%. الاول ما كنتش اقدر اطلع سلم ولا انزل ولا اعرف اعيش حياتي الطبيعيه، دلوقتي زي الفل. فولو 14 دكتور كريم صبري، قبل ما اروح له انا قعدت سنه ابحث عن الدكاتره كلها، دكاتره يعني كتير جدا، قعدت اشوف ده واشوف ده واسال على ده وده، ورحت سالت ورحت المستشفى وشفت حالات وكلمتهم وعرفت ان الدكتور كويس، ورحت عملت العمليه معاه، والحمد لله لحد دلوقتي متابع معاه وبروح له في اي وقت ما بيتاخرش، ولا الدكتور التغذيه كمان زي الفل ومفيش مشاكل، وبتابع معاه بالتليفون وبتابع معاه الواتس وزي الفل ومفيش اي مشاكل. جسمي لسه بينزل، وانا المفروض ان انا كده نزلت الوزن اللي انا عايزه بس لسه شويه، فالمفروض ان انا هروح جيم، وان شاء الله من الشهر ده اروح جيم عشان ابتدي اغير جسمي خالص. ان شاء الله المره الجايه تشوفوني بشكل تاني غير الشكل ده برضه. انا بشكر الدكتور كريم صبري، وبنصح اي حد عايز يعمل تكميم معده او تحويل مسار ما يفكرش كتير ويروح للدكتور كريم صبري، ومش هيندم ان شاء الله، مش هيندم. طيب دكتور كريم، هل الأجهزة المستخدمة أو التقنيات الحديثة دي بتلعب دور برضو مع الحالات الصعبة اللي بتعاني من سمنة مفرطة؟ طبعا أكيد، يعني هي مجموعة عوامل، احنا ما نقدرش نقول إن عامل واحد بس هو سبب النجاح. الجراح اللي هو غير محترف في إجراء العمليات المفروض يعتذر عن إجراءها في الأوزان الصعبة. النمرة الثانية، إذا ما كانش في جاهزية لإجراء العملية بأحدث التقنيات الطبية الحديثة من مناظير من مستهلكات أمريكية حديثة، من غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى، من طاقم تخدير على أعلى مستوى، المفروض يعني يعتذر عن إجراء العملية، لأنه مش هيبقى يعني حاجة مفيدة للمريض، بل ربما يحصل كوارث من إجراء العملية. فطبعا التقنيات الحديثة جزء، الجراح جزء، المكان الذي يجرى فيه إجراء العملية جزء، لأن الجراح هو مسؤول عن تحضير مريض كويس جدا، مسؤول عن إجراء عملية باحترافية كويس جدا، عايز هيت اند رن، اعمل العملية بتاعتك واطلع في وقت قصير، عملية محكمة ما تعملش مشاكل، تأثر فترة البنج على المريض، تأثر فترة الإقامة على المريض في المستشفى، يرجع لنشاطه في وقت قصير. عندك طاقم تخدير على أعلى مستوى، عندك مكان آمن لإجراء العملية، فهي مجموعة يعني عوامل ما ينفعش ان احنا نحطها في حاجة واحدة بس، لكن المستهلكات من ضمن الحاجات اللي هي المطلوبة في إجراء العملية بأمان في الأوزان العالية. طب الدباسة الذكية بقى بتلعب هنا دور، أنا عارفة أن مركز حضرتك يمكن من أوائل المراكز أو المراكز الوحيدة في مصر والوطن العربي اللي أنت بتستخدم فيها الدباسة الذكية، اللي هي يمكن يعني الأكثر انتشار بس بره في أوروبا، حضرتك هي موجودة هنا عندك إكسكلوسيف في المراكز بتاعتك، قولي برضو عن الدباسة الذكية دي شوية. هي بتسهل علينا طبعا إجراء العمليات خصوصا في الأوزان العالية. دباسة كمبيوترايزد إحكامة على الأنسجة أعلى بكثير، لأن هي بتستخدم الإتراي ستيبلر تكنولوجي اللي هو الديفرنت هايتس، يعني ثلاث ارتفاعات مختلفة من الإحكام. دباسة توتالي كمبيوترايزد بأن هي بتقيس سمك النسيج وتختار بناء عليه الريلود اللي هو هيدبس، وبالتالي ما فيش أي نوع من الضغط على النسيج، يعني زي الكراسه اللي بندبس عليها الدبوس صغير ممكن تفرمه، او الكراسه صغيره والدبوس كبير فتلاقيها يعني مش محكمه. لا، الدباسه بقى بتقيس السيكنس بتاع النسيج او سمك النسيج وتختار عليه الهايت بتاع الدبوس، وبالتالي بيبقى قمه في الاحكام، قمه في اللي هو الغلق يعني بتاع الانسجه، وقت قصير. فليكسابيليتي سهلة جدا، يعني خصوصا في الأوزان العالية محتاجين فليكسابيليتي أعلى. هي يعني الأجليشن والفليكسابيليتي بتاعتها عالية جدا، في حاجة يعني رفاهية زيادة مفيدة للجراح إنه يشتغل في ظروف أكتر أمانا، وبالنسبة للمريض بتوفر عليه وقت في العملية بنسبة كبيرة جدا. دايما قبل أي عملية في الدنيا كلها بيبقى المتعارف عليه إن لو مثلا في أي لخبطة في السكر، في الهرمونز، في أي مشاكل صحية، دايما كده نسمع إن الدكتور ده يقول إيه، روحوا ظبطوا الكلام ده كله وارجعوا لنا تاني. هل في الأوزان الكبيرة أو في الناس اللي بتعاني من سمنة مفرطة لما بتعمل فحوصات بتلاقي إن في مشاكل صحية، بيتم التعامل إزاي؟ يعني قصدي أقول إن عملية التكميم والتحويل بتقضي على المشاكل الصحية، فبالتالي هو بيخرج كويس وكل المشاكل دي بتتظبط، ولا لازم نظبط المشاكل دي قبل ما ندخل المريض لعملية التكميم والتحويل؟ مطلوب طبعا الاوبتمايزيشن قبل وبعد العملية، يعني احنا ما بندخلش مريض في ظروف غير ملائمة، لازم سكر يكون كويس، لازم ضغط يكون كويس، لازم أدوية السيولة تكون متظبطة، إذا كان في شكوى من القلب يتم تظبيطها، إذا كان في شكوى من الكبد، إذا كان في أي شكوى تتعلق بالجسم لازم يدخل وهو متحضر كويس قوي. يعني مفيش أي استعجال خالص في إجراء العملية، لابد من التجهيز المحكم قبل إجراء العملية، لأن ده جزء من نجاح العملية.
ما بعد اجراء العمليه الامور بتظبط اكتر، لان طبعا هي العمليه علاجيه بالنسبه للضغط، بالنسبه للسكر، علاجيه بالنسبه للكوليسترول، بالنسبه لامراض الكبد. هي دهني اقصد في الامراض الكبد، اللي هو يعني احيانا بيبقى فيه دهون في الكبد بتبقى معليه الانزيمات. أيوه. انقاص الوزن بيحسنها. فما بعد العمليه بيبقى الامور بسيطه، وربما يوقف علاج السكر ما بعد اجراء العمليه، لان عمليه التحويل والتكميم هي علاج جذري لمرضى السكر، وخصوصا السكر من نوع تاني. الضغط برضو بياخد شويه وقت وبيروح، اللي بيوقف علاجاته بالتدريج الى ان يتم ان شاء الله التخلص من كل انواع العلاجات اللي بياخدها، سواء الكوليسترول، سواء الضغط، سكر، مشاكل مفاصل، ان وزن ما بيخف برضو يقل الاحتياج للادويه اللي بتعالج برضو المشاكل المفاصل. طيب اخيرا يا دكتور وليس اخرا، انا عايزه حضرتك توجه رساله او نصيحه لكل مشاهدينا النهارده اللي طبعا اوزانهم فوق ال 200 كيلو لسه ما خدوش الديسيجن او القرار ان هم يجوا يعملوا عمليه تكميم او تحويل. ما تخافش، يعني الخوف طبعا من عمليه السمنه في الاوزان الكبيره هو حاسس بنفسه ان هو تعبان، هو فراجايل، فيعني مفيش خوف ولا حاجه، انت جاهز نفسك كويس وانت في امان، يعني اعمل العمليه ان شاء الله تمشي كويس. العمليه مش خطر خالص، العمليه بس جهز نفسك كويس جدا، اعمل عمليه في مكان امن، ان شاء الله تاخد نتيجه موفقه ونتيجه تكون كويسه، لان طبعا انت لازم ترجع يعني للاصل، يعني ارجع بقى عيش حياتك بدون مشاكل، ارجع عيش حياتك بدون امراض، ارجع عيش حياتك بدون شرط ادويه، عيش حياتك كما يجب، لان الوقت كل ما بيمر قد يمنعك من اجراء العمليه. صحيح. ربما الوزن بيزيد اكتر، السكر يتحكم فيك اكتر، القلب يتحكم فيك اكتر، تلاقي في امراض تمنعك من اجراء العمليه. لا، احنا يعني بنقول الناس اكسر السايكل دي، احنا هنساعدك ان احنا نكسر لك السايكل دي وترجع تعيش حياتك يعني كما يجب، او يعني تعيش زي ما انت نفسك تعيشها بالظبط، يعني السمنه تحمس الانسان جواها فعلا. كريم صبري يعني اشطر وانجح وافضل دكتور في مصر والوطن العربي، يعني طبيعي كل الناس هتبقى في امان. انا بشكرك جدا يا دكتور كريم، بشكرك جدا على استضافتك كمان لينا احنا وكل فريق العمل في صدى البلد. شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ دكتور جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. كده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من عيش صح. اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح. النهارده هنتكلم على المحاذير التي يجب ان يتجنبها مريض ضعف الانتصاب ودعامات العضو الذكري، لكن اسمحوا لنا في البدايه نرحب بضيف فقره النهارده، هو دكتور خالد حافظ، استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الحمد لله. الحمد لله. دكتور، يوم جديد وفقره جديده لينا مع بعض النهارده في عيش صح، وعايزين نتكلم فيها عن المحاذير. الاول انت ليه اخترت التوبيك دي ان احنا نتكلم فيها؟ طيب بداية برحب بيكي وبالسادة المشاهدين، وأنا برضو مبسوط أن أنا بتكلم عن موضوع ضعف الانتصاب ودعامات العضو الذكري، اللي خلانا نختار العنوان ده المحاذير أو ما يجب الحذر منه لمريض ضعف الانتصاب ودعامات العضو الذكري، هو المال دايجنوزز والمال براكتس، يعني سوء التشخيص وسوء العلاج اللي احنا بنشوفه on a daily basis كل يوم في العيادة. إزاي في مرضى كتير لضعف الانتصاب ما بيتمش تشخيصهم بالشكل المظبوط بسبب المريض او بسبب الطبيب، انه بيروح لحد غير مختص فبيديله دواء مش مظبوط، او بيفوت عليه الفرصه ان هو يمشي بشكل علمي وبشكل مظبوط. فبيجيلنا حالات كتيره مشيت بشكل خاطئ، ما تمش تشخيصها بشكل خاطئ، او اتعمل لها اجراء سواء علاج دوائي او اجراء جراحي مش بالشكل الامثل. وبالتالي من دورنا ان احنا نوعي الناس ونثقف الناس ايه اللي احنا ممكن نتجنبه لو انا خلاص عرفت ان انا عندي درجه من درجات ضعف الانتصاب، او انا مقدم على عمليه دعامات العضو الذكري، ايه اللي المفروض ان انا اتجنبه واخلي بالي منه بشكل كويس. فاللي خلانا نتكلم عن الموضوع ده ان هو منتشر جدا، والخطا في التشخيص والخطا في العلاج بقينا نشوفه بشكل يومي. يعني طيب مريض ضعف الانتصاب خلاص هو عنده مشكلة ضعف الانتصاب وتم تشخيصها على ان هي دي الحالة بتاعته، المفروض بقى ان هو يعمل ايه علشان يبقى فيه المحاذير اللي حضرتك قلتها؟ طيب تمام، احنا هناخدهم كده نقطة نقطة. اولا هنقول ما قبل الدعامة وما اثناء
تركيب الدعامة وما بعد تركيب الدعامات. هنركز شوية على المريض اللي مقدم على عملية الدعامة. احنا قلنا ان ضعف الانتصاب ده معناه ان مفيش انتصاب خالص او الانتصاب ضعيف لا يكفي لعلاقة زوجية مرضية بين الطرفين. اتكلمنا قبل كده قد ايه المشكلة ديت منتشرة، وقلنا ان في 50% من الذكور الرجال فوق 50 سنة عندهم درجة من درجات ضعف الانتصاب، وبيمشي في السكيديول ده في العلاج بتاعه، وممكن يوصل في نهاية المطاف الى دعامات العضو الذكري. وقلنا ازاي بنشخص الموضوع عن طريق الاشعاعات والتحاليل والفحص الاكلينيكي والتاريخ المرضي للمريض. فلو المريض مشي في السكه دي كلها ووصل ان هو محتاج الدعامه، في محاذير قبل واثناء وبعد. قبل التشخيص الدقيق وفهم الانواع، يعني لازم اكون مشيت في السكه اللي احنا قلناها دي، الدكتور بص عليا كويس، سمع مني التاريخ المرضي بشكل كويس، عرف اذا كان عندي مشكله نفسيه ولا لا، باخد ادويه بتأثر على الموضوع ده ولا لأ، عندي سكر ولا لأ، عندي مشاكل طبية لازم نعملها كنترول أو نعالجها قبل ما نقدم على عملية الدعامة ولا لأ، عملت الأشعاعات والتحاليل اللي بتثبت فعلا أن عندي مشكلة عضوية ولا مشكلة نفسية. يبقى التشخيص الدقيق للوضع وأسبابه دي النقطة رقم واحد. النقطة رقم اتنين فهم الأنواع وفهم طبيعة العملية. ده احنا لسه ما عملناش عملية، كل ده ما قبل. دايما بيبقى في جلسه كده ما قبل العمليه، جلسه هاديه خالص ما بين الجراح وما بين المريض، نشرح بالظبط احنا ليه قررنا ان احنا نقدم على الخطوه ديت، ايه هي طريقه اجراء الجراحه، ايه هي انواع الدعامات اللي احنا بنركبها. قلنا قبل كده ان في نوعين اساسيين، نوع الماليبل والانفليتابل اللي هو الدعامة الصلبة والدعامة الهيدروليكية، ايه ميزة وعيب كل واحدة، ونختار مع بعض. يعني it's mutual decision، يعني هي قرار ثنائي او قرار مشترك ما بين الجراح وما بين المريض. ما ينفعش ابدا، وده بنشوفه كتير، يعني ان انا انفرد بالقرار لوحدي او ان انا اخد قرار نيابة عن المريض. لا، في حاجات أبسوليوت، يعني في حاجات لازم نعمل كذا، وفي حاجات فيها اختيار. فالحاجات اللي فيها اختيار لازم أشرك المريض بتاعي معي. ليه؟ لأن الإكسبكتيشن بتاعته أو التوقعات بتاعته بتختلف. يعني ممكن أنا شايف الإجراء ده هو الأنسب، وبعد ما أعمله العملية يقول لي لا أنا كان أفضل أن أنا أعمل كذا، أو أنا مش مبسوط لسبب من الأسباب، رغم أن وجهة نظري أنا كطبيب أو كجراح ان انا عملت له اصلح حاجه، انما لازم اشرك المريض معي. ففهم الانواع مهم جدا. قلنا في نوع المرن والنوع الانفليتابل او الدعامه الهيدروليكيه، دي ليها ميزات وعيوب ودي ليها ميزات وعيوب. وقلنا ان اهم حاجه قدره المانيوال ديكستريتي او قدره المريض على استخدام ايديه، دي اللي بتخلينا ممكن نبقى اميل شويه للدعامه الهيدروليكيه، لانه هيقدر يضغط المضخه فيحصل لها انتصاب ويضغطها تاني فيحصل ارتخاء. اما لو هو ايديه فيها مشكله او عنده نيورولوجيكال ديزيز او مرض عصبي في الاعصاب، مشكله في الاعصاب، وبالتالي مش هيعرف يستخدم ايده، مش هيعرف يستخدم الدعامه الهيدروليكيه، وبالتالي يبقى الانسب له الدعامه المرنه. غير كده الاكثر انتشارا ايه يا دكتور؟ هما الاثنين موجودين، الاكثر انتشارا في الدول الاوروبيه وفي امريكا الدعامه الهيدروليكيه، والاكثر انتشارا في الدول العربيه وفي أفريقيا وفي آسيا هي الدعامة المرنة. بس السبب الرئيسي هو التكلفة المادية. الدعامة الهيدروليكية تكلفتها المادية أعلى كتير من الدعامة المرنة، ودي برضو أحد النقاط اللي بناخدها في الاعتبار وإحنا بنتناقش مع المريض. دي تكلفة كذا ودي تكلفة كذا، دي ميزاتها كذا ودي ميزاتها كذا، والعيوب نفس الكلام. فالشاهد تلخيصا، يعني ما قبل تركيب الدعامة لازم التشخيص الدقيق، ولازم البيشنت كونسلينج. البيشنت كونسلينج اللي هو المناقشة ما بين الجراح وما بين المريض، احنا هنعمل ايه، الانواع ايه، وفي الاخر نستقر على قرار مشترك ما بيننا ونقدم عليه. ده ما قبل تركيب الدعامة. طيب ما اثناء تركيب الدعامة؟ لازم مكان مجهز لعملية دعامات العضو الذكري، مكان مجهز. وكلمة مكان مجهز دي كلمة باكج كده فيها تحتيها تفاصيل كتير قوي. الجراح لازم يكون عنده خبرة بيركب الدعامة دي on a daily basis كل يوم، وبالتالي بيبقى very efficient ومتعود وperfect جدا ودقيق جدا في تركيبها. ممكن يبقى، أنا قلت الكلمة دي قبل كده، ممكن يبقى جراح ممتاز جدا بس في عمليات تانية، والدعامة دي بيعملها كل سنة مرة، وبالتالي كفاءته في العملية هتقل
والسيفتي او المضاعفات ممكن تحصل اثناء وبعد العمليه. فده اول حاجه في المكان. النقطه الثانيه الكرو كله، الطقم كله اللي بيساعد الجراح وطقم التخدير يبقى متعود على هذه العمليه، عارفين يعني ايه عمليه دعامه، عارفين ان الاوضه ما ينفعش يبقى فيها عدد كبير من الاشخاص. الاوضه بتاعت عمليه الدعامه بعد ما بنقفل الباب ما حدش بيدخل ما حدش بيخرج، التكييف بيبقى فيه فلتر هواء بينقي الجو من الميكروبات، الادوات اللي بنستخدمها بتتعقم 3 مرات ليها طريقه معينه في التعقيم. المركز لازم يكون عنده كل انواع الدعامات وكل مقاسات الدعامات، ما ينفعش وانا شغال احتاج مقاس معين ما لقيهوش وبالتالي ما ركبش المريض المقاس المناسب ليه. برضو من الحاجات المهمه قوي اثناء خبره الجراح في علاج الحالات الصعبه، يعني احنا عشان ريفيرال سنتر بيجيلنا حالات من كل انحاء مصر وساعات من بره مصر كمان، بيجيلنا ساعات حالات اتعملت قبل كده بره حصل لها مشكله، حصل لها التهابات، المقاس مش مظبوط، نضطر نشيل الدعامه ونركب دعامه تانية. عنده بايرونيس ديزيز اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو تليف في العضو الذكري، ازاي اعمل سبيس للدعامه وافك التليفات ديت علشان اركب دعامه بمقاس مظبوط بحيث المريض يعرف يستخدمها بعد كده. كل دي تيبس اند تريكس كده. هو المفروض الفتره ما بين الدعامه القديمه والدعامه الجديده تبقى وقت قد ايه؟ مفيش فتره معينه، هو المريض بعد ما بيركب الدعامه بيستخدمها. لو انا مش قادر استخدم الدعامه يبقى بالتالي انا ما استفدتش منها حاجه. لا انا بتكلم لو هو ركبها اصلا في مكان بره واتركبت بطريقه خاطئه اقل حاجه 6 شهور نقدر ان احنا نغيرها امتى؟ اقل حاجه 6 شهور. الفتره دي احنا بندي فرصه للانسجه انها تلتئم، التورم اللي في الانسجه يروح، الريسك اوف انفكشن او خطوره ان يحصل التهابات على الانسجه تقل، وبالتالي اقل حاجه 6 شهور. بعد 6 شهور مريض متاكد ان هو فعلا الدعامه مش مفيده بالنسبه له بنضطر احنا نشيل القديمه ونركب جديده. ودايما الفيرست تشانس از ذا بيست تشانس، انا قلت الكلمه دي قبل كده. طبعا الفرصه الاولى هي الافضل. كل ما اعمل عمليه مرتجعه كل ما ده بيبقى فيه صعوبات اثناء اجراءات، احنا عندنا خبره ازاي نتعامل مع الصعوبات دي، بس لو نقدر نتجنبها من الاول يبقى افضل كتير. يبقى ده ما اثناء اجراء عمليه الدعامه، قلنا ما قبل وما اثناء. ما بعد برضو بتجيلنا حالات كتيره ركب الدعامه وخلاص، مفيش حاجه اسمها كده. انا ركبت الدعامه في متابعه، لازم المريض يمشي على علاج دوائي، واهم حاجه المضادات الحيويه، بندي مضاد حيوي اثناء الجراحه وبعد الجراحه عشان نمنع الالتهابات. لو المريض عنده السكر او عنده اي خلل او مرض معين لازم يتعمل له كومبليت كنترول قبل الجراحه وبعد الجراحه، وبيبقى في متابعه. يعني مثلا من ضمن الارشادات اللي احنا بنقولها للمريض ان ممنوع انه يستخدم الدعامه قبل من 4 ل6 اسابيع حسب الحاله، من 4 ل6 اسابيع بعد الجراحه. يعني أنا عملت له الدعامة النهاردة ما ينفعش إن هو يعمل علاقة زوجية قبل 4 أسابيع أو 6 أسابيع في بعض الحالات. لو عمل علاقة قبل كده ممكن جدا يحصل مشكلة في الجرح، ممكن الدعامة تتحرك من مكانها، وده هتبقى مسؤولية الجراح في المقام الأول إن هو ما أكدش على المريض إن هو يتبع التعليمات دي. معظم المرضى عنده ضعف انتصاب بقاله سنين طويلة ودلوقتي بقى عنده دعامه، فبيقدرش ان هو يكنترول هيمسيلف، يسيطر على نفسه ان هو يمنع نفسه من العلاقه لمده من 4 ل6 اسابيع. لازم اكرر عليه الموضوع ده. حتى بعض المرضى بيقول لي خلاص يا دكتور انت قلت لي 3-4 مرات خلاص انا عرفت. فلازم التكرار في الحاجات المهمه بيبقى مفيد جدا. فدي المحاذير ما قبل وما اثناء وما بعد عمليه دعامه العضو الذكري المفروض نخلي بالنا منها. طيب بعد تركيب الدعامة دكتور هل في عمر افتراضي للدعامة دي؟ طيب السؤال ده متكرر جدا ومهم جدا. الدعامة احنا قلنا نوعين، دعامة الهيدروليكية والدعامة المرنة. الدعامة المرنة ملهاش عمر افتراضي، يعني المريض بيركبها والمفروض ان هي فور لايف، فور لايف جارنتي، ان هو في ضمان وهي فعلا ليها ضمان مدى الحياة مفيش فيها مشاكل. الدعامة الهيدروليكية في حوالي 5% تقريبا من المرضى بيحصل حاجة اسمها ميكانيكال فيلير، يعني يحصل خلل ميكانيكي في الدعامة. إن الدعامة المفروض فيها مضخة، المضخة دي لما بضغط عليها بيحصل انتصاب، بضغط عليها بيحصل بطريقة معينة تانية بيحصل ارتخاء. ساعات الميكانيزم دي أو الطريقة دي يحصل فيها مشكلة واضطر إن أنا أغير المضخة ديت أو أغير الدعامة كلها، فدي في حدود 5% من المرضى. ودي أحد النقاط اللي بنقولها للمرضى ان الدعامه الهيدروليكيه فيها ريسك او فيها خطوره 5% يحصل خلل ميكانيكي
بعد 5 سنين مثلا من دلوقتي ممكن يحصل خلل ميكانيكي ونضطر ان احنا نعمل عملية تاني. اما الدعامة المرنة ما فيهاش النقطة دي، وبالتالي المريض برضو يقدر يختار. واخده بال حضرتك؟ تمام. طب بالنسبه دكتور لمريض ضعف الانتصاب، امتى اصلا انت بتاخد القرار ان انت على طول تركب له دعيمه وما تمشيش معاه ستيب باي ستيب؟ حلو قوي. احنا قلنا قبل كده في حلقات سابقه لما اتكلمنا عن موضوع ضعف الانتصاب ان جنرال بشكل عام، اتكلمنا عليه بشكل سيستماتيك كده بشكل اكاديمي شويه، ان قرار العلاج ده بيبقى ستيب وايز ابروتش، يعني خطوه خطوه. التركيب الدعامه ده الحل الاخير، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إن أنا أقفز على الخطوات دي. يعني مريض يجيلي كده ما جربش العلاج الدوائي، ما جربش الحقن الموضعي، عنده سكر مش مظبوط، أقول له أنا ركب لك بكرة دعامة، الكلام ده مش مظبوط. ولكن في نفس الوقت ما ينفعش إن أنا ضيع وقت كتير، لأن بعض المرضى يقولك ده الدكتور ده هياخدني في خطوات كتيرة وحناخد وقت طويل. لا، إحنا بنعملش كده. إحنا بنشخص المريض، بنجرب العلاج الدوائي لمدة أقصاها شهر. العلاج الدوائي ما جابش نتيجه، بنجرب الحقن الموضعي. الحقن الموضعي ما جابش نتيجه، بنجرب الدعامه. والانتقال من خطوه للتانيه بيبقى سريع، ما بيبقاش بطيء. ولكن احنا دايما بنمشي بشكل ساينتفك وشكل علمي. لا يجوز ان انا اقفز على الخطوات. ما ينفعش مريض ينفع اعالجه بقرص واقوم ازقه مباشره على الحقن الموضعي، الحقن الموضعي او الدعامه. يعني جالي مريض من حوالي سنه، هو كان دكتور في كليه الطب لسه، يعني طالب، و هو تزوج وهو في الكلية وركب دعامة. كشفت عليه، خدت منه تاريخ مرضي، ما عندوش ضغط، ما عندوش سكر، ما عندوش أي أمراض تؤدي إلى مشكلة عضوية. كل المشكلة إن هو تزوج بدري شوية، فكان يعني عنده شوية قلق وتوتر نفسي، وكان ممكن جدا جدا لو أنا مشيت بالخطوات العادية إن هو ياخد علاج دوائي، والأكتر من كده كمان إن هو ممكن يستغنى عن العلاج الدوائي قدام. يعني إحنا ساعات لما بتبقى المشكلة نفسية وندي المريض علاج دوائي ونشجعه نفسيا شوية، ياخد العلاج شوية وبعدين ثقته في نفسه تتحسن، وبالتالي يوقف العلاج قدام ويكون إنسان طبيعي ويمشي طبيعي خالص بدون أي علاجات وبدون أي جراحة. فالدكتور اللي ركب له الدعامة اتسرع جدا، وبعد ما ركبها كمان كان ما كانش مقاسها مظبوط، فكان عمل له مشكلة كبيرة من لا شيء. يبقى عشان كده احنا اتكلمنا النهارده على المحاذير دي كلها يا دكتور. بالزبط. شكرا جدا على وجودك معايا، الحديث بقيمه حضرتك، وان شاء الله يكون لنا فقرات مختلفه. شكرا جزيلا. كان معانا دكتور خالد حافظ، استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه. نعيش صح. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل علشان نكمل فقراتنا إن بوكس، تحديدا فقرتنا دلوقتي إن بوكس، الفقرة الدينية مع الداعية تامر مطر. منورنا جدا النهاردة، ربنا يخليك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا جميل؟ ازيك يا استاذ تامر؟ ازيك يا استاذة مطر؟ طب احنا النهاردة هنتكلم عن ازاي الإسلام كرم المرأة. هل الإسلام كرم المرأة بشكل خاص؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه، الذي قال النساء شقائق الرجال. خلينا نقول النهاردة أنه بدل ما نحط عنوان تكريم الإسلام للمرأة، خلينا نحط عنوان أفحكم الجاهلية يبغون. ده العنوان الصح. أنك تستغرب جدا أن احنا في 2020 بعد مرور أكتر من 1400 سنة على نزول الإسلام، احنا في تراكم حضاري رهيب، والإسلام هو آخر الأديان نزولا، والإسلام جاء موافق للحضارات اللي موجودة. كل ده يخليك تستغرب جدا إزاي يبقى لسه في تصور جاهلي في وسط الحضارة والمعرفة والانفتاح في أمة الإسلام عن المرأة بهذه الصورة، رغم أن الإسلام نقل المرأة نقلة مختلفة تماما، نقلة حضارية يعني سبقت كل الحضارات المعاصرة، بما في ذلك الحضارة البريطانية اللي كانت الدولة التي لا تغيب عنها الشمس بألسنة الكتاب والسياسيون البريطانيون، اللي يقولوا إن الإسلام، إن محمدا صلى الله عليه وسلم كرم المرأة قبل بريطانيا ب13 قرنا، يعني ب1300 سنة. الكلام ده من 100 سنة بيتقال هذا الكلام عن تكريم الإسلام للمرأة. تفاجأ انه احنا عندنا ما زال
بعض وللأسف باسم الإسلام بعض التيارات بتحاول تعيد المرأة مرة أخرى إلى حكم الجاهلية ولكن تحت ستار الإسلام. فيقول لك اسم المرأة عورة، محدش دي عادات وتقاليد، وجه المرأة عورة، المرأة لا تسلم على الرجال، المرأة ليس من حقها العمل، المرأة لها عليها أن تجلس في بيتها. كل نظرتنا للمرأة للأسف كما يقول المفكرون والعلماء وعلماء الاجتماع وعلماء النفس، للأسف تناولنا للمرأة في هذا العصر، عشان كده بقول لك نحن يعني فوقنا الجاهليين في الحكم على المرأة، تناولنا لها هو تناول من زاوية جنسية، إنه خلي بالك إن هذه المرأة يعني قد تختطف، قد تغتصب، قد يتحرش بها، قد بتكتر احتمالات الشرة اللي موجود في النفوس المريضة اللي ممكن تعتدي على المرأة، وبالتالي لا شيل المرأة وحط شوية أحكام كتيرة جدا علشان المرأة تبقى امرأة معزولة عن الوجود تماما، برغم أن الجاهليون نفسهم ما كانوش عازلين المرأة عن المجتمع. يعني أقول لك حاجة جديدة خالص يمكن لا تلفت أنظار كتير من الناس، ربنا سبحانه وتعالى في سورة على إيدك الشمال وانت بتفتح المصحف ثالث صفحة، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. امرأة أم جميل، امرأة أبي لهب، كانت تعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتعاديه في إيه؟ بتعاديه في الدين الجديد. الله، هي دي امرأة جاهلية، يعني المفروض ان هي بحكمنا احنا دلوقتي قاعدة في بيتهم مقفول عليها بالترباس، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الاتنين زي بعض، سواء بسواء. ليه لغة المذكر؟ هي اللغة، طبيعة اللغة تخاطب المذكر. في اللغة العربية الغالب على اللغة، مش الغالب على اللغة، إن الأمور المشتركة كلها ربنا بيقول يا بني آدم، طب بنات آدم، ما هم داخلين في الخطاب. بس دي طبيعة لغة لا علاقة لها بالتفرقة بين الرجل والمرأة. ولكن أحيانا لما بيتم تفسير القرآن والآيات القرآنية بيتم تفسيرها على أنها موجهة للذكر أو للولد أو للرجل. لا لا، هذا تفسير خاطئ، وإن فعل الدنيا كلها تقوم. لأن اللي بيعرف بثلاثة قرش علم في الكتب، لا، اللي بيعرف بثلاثة قرش علم في الكتب أول حاجة بيعرفها قواعد اللغة، فضلا عن أنه يكون عالم. فاللي يجي يفسر لي تفسير زي كده يقول لك اصلها هذه الايه نزلت بلغه المذكر فهي لا، نقول له انت ما بتعرفش حاجه، لان احنا عندنا قاعده اسمها الحمل على الغالب، وان اللغه تصدر بلغه المذكر يخاطب بها المذكر والمراد بها الجميع. دي قواعد ثابته، هو ما قراش القواعد دي ما يعرفش فيها، نقول له روح العب بعيد، مالكش دعوه بالتفسير. طيب لو اتكلمنا عن مظاهر التكريم في الاسلام للمراه، طيب ايه هي مظاهر دي؟ مظاهرة، شوفي بقى، الاسلام كرم المرأة أما، وكرمها بنتا، وكرمها زوجة، وكرمها أختا، وكرمها حية، وكرمها ميتة. كل دي مظاهر تكريم للمرأة في الاسلام. كرم المرأة أما، ودي أول درجات التكريم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها بالوالدين إحسانا، هيبقى عامل إزاي يا رسول الله؟ يروح يقول له من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ واحد رايح للنبي يسأله أحق الناس بصحبتي، يعني مين الأبر أكتر؟ تعرف إحنا بنقعد نسأل العيال الصغيرين بتحب بابا أكتر ولا ماما أكتر؟ هو يا رسول الله أحب أبويا أكتر ولا أمي أكتر؟ في الدين أنا بحب، هو الولد غريزته وقلبه بيقول بحب أمه أكتر، فرايح للنبي علشان يشوف بقى يا رسول أنا ماشي صح ولا ماشي غلط. من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ فيقول له أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثلاث مرات. ده تفسيرها، أليس هذا تكريم لهذه الأم؟ لا، مشركة ولا مؤمنة؟ وانت مالك، وانت مالك، هي حرة في اختيار دينها. طب ده بتدعوني الى الشرك،
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. تكريم ده النقطة دي النقطة دي مهمة جدا. يعني هو بيكلم الابن على انه والدته او والده ليهم حرية اختيار الدين. احنا بنشوف دي احيانا ابناء بيفرضوا على امهاتهم بعض المظاهر، حتى مش هنقول دين هقول مظاهر. يا سيدي الفاضل، احنا للأسف ملكيين اكتر من الملك، وربانيين اكتر من الرب، وإلهيين اكتر من الإله. انت يعني فهمنا للدين الفهم الخاطئ، تفسيرنا غلط، بيخليك واخد نسخة من الفهم للدين انك عايز تبقى فوق الكل وتخلي الناس يعبدوا ربنا كرها. وانت مين؟ طيب احنا لسه عندنا اسئلة كتير، لكن هناخد فصل صغير ونرجع نكمل معاكم إن بوكس الفقرة الدينية مع الداعية تامر مطر. خليكم معانا. تاني ولسه مكملين معاكم الفقرة الدينية مع الداعية تامر مطر، وبنتكلم عن ازاي الاسلام كرم المرأة وايه مظاهر التكريم ده. طيب احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مظاهر تكريم المرأة، سواء الام او الزوجة او الاخت او البنت او ما شابه، يعني ايه مظاهر التكريم تاني؟ طيب هو عمور كان بيسأل على فكرة انه الاب او الام ليهم حرية اختيار الدين. اي حد يا عمر، وحشتني كلمة عمر والله، ده انا بقالك كتير ما قلتليش يا عمر والله. اي حد يا عمور، يا عمر كلمة عمر بالنسبة لي يعني تقيلة شوية، عمر اسهل. هو اسمه عمر. ولو عثمان شغال، علي شغال، اي حد اي حد يا عمور ليه حق حرية اختيار الدين. دين من الف به اسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. مش من حقي ولا من حقك ولا من حق أي حد إنه يتدخل بأي صورة من الصور في اختيار دين حد. وأي إنسان، أنا الكلام ده هقوله وعلى مسؤولية الشخصية، أي إنسان بلغ الرشد عليه أن يحكم عقله وأن يسأل ما يريد في الإسلام. الإسلام ما عندوش أي عورة ولا عنده أي منطقة ضعف خايف من أي أسئلة تبقى موجودة فيها، ولكن هذه التساؤلات هي التساؤلات المنهجية، وما تطلعش تبيح بيها على الملأ علشان ما تعملش فتنة في المجتمع ويعني تدمر نسيج المجتمع. اسأل ما تريد، ولكن اسأل أهل الاختصاص، اقرأ وابحث. والإيمان والإسلام الذي يقام على أساس من العقل وعلى أساس من اليقين هو الإيمان الأبقى، وهو الإيمان الذي يضحي أهله من أجله بكل غال ونفيس. أما إيمان التقليد والإيمان في البطاقة الغوغاء، يعني في الآخر هتبقى مسلم بالبطاقة. إذن أي إنسان له الحق في اختيار دينه، وله الحق في اختيار عقائده وما يؤمن به، والإسلام هو أرقى نظرية في هذا الأمر. يجي بقى واحد يقول لك أصل أنا أمي مش منتقبة وأنا لازم أخلي ماما تلبس النقاب. وأنت مالك؟ وأنت مالك؟ أنت ليس لك على أمك ولاية إلا في الزواج، لما يكون أبوك مات وفي ذلك خلاف، أنت الأولى ولا أخوها ولا أبوها؟ لا مش فاهمة الحتة دي. يعني لو واحدة عندها ابن عنده 18-19 سنة بلغ الرشد وأبوه مات، أمه هتتجوز، مين اللي يبقى والي عليها في الزواج؟ الابن. خلاف بقى، هي سيد، هي سيد مش بكر هنا. سيد مين؟ يعني هي المفروض انها بتملك يعني قرارها. لا يعني الولايه هي تملك قرارها، لكن الولايه لا علاقه لها بالقرار فقط. الولايه لها امر اخر، لها النظر في الكفاءه والنظر في امور كتير مش عايز ادخل فيها، امور فرعيه. لكن اللي اباحوا لي للولد هو الولايه على الام في الزواج، ان هو اللي يباشر لها العقد. لكن مش تاخد رأيه انت موافق او مش موافق. لا، رأيه معتبر. رأيه معتبر في حالات لو هو لو هي جوزت نفسها من واحد يعني مش من مستواه، سيء السمعة مش عارف ايه، له حق المطالبة بفسخ الزواج والقاضي يقضي له بذلك. دي قصة لوحدها، خدت بالك؟ يعني مش عايز ادخل فيها لانها عملية فقهية تشريعية، لكن انا عايز اقول انه دي الحاجة الوحيدة اللي ليك انك تقول للأب والأم، لكن في غير ذلك تصاحبهما في الدنيا معروفا، تدعوهما بالحسنى،
تدعوهم بالحسنى والى صحيح الدين المتيقن، مش اللي انت فاهمه غلط، مش اللي انت فاهمه غلط. فربما كانت امك اكثر ايمانا منك، وربما كان ابوك اكثر ايمانا منك. بعضهم يجي يقول لك اصل انا ابويا مدخن وانا نفسي بقى يعني ابويا ده على معصيه. لا مش على، ما تقولش كده، اتق الله انه ابوك، اياك وان يدخل الشيطان لك من هذا المدخل. اذن فليس للابن حق على الام، على المراه، احنا نرجع تاني للمراه، على المراه الام ان يكرهها على شيء من الدين، وانما يدعوها بالحسنى. هي اختارت بقى في اي حاجه من اختياراتها، هي حره في ذلك، لانها ستسال. المراه مكلفه تماما مثل الرجل، فيش فرق في التكليف بين الاثنين الا ما اسقط الله عنها، اسقط الله عنها الصلاه فتره الحيض والنفاس، واسقط عنها الصيام ويقضى. شكرا. طيب احيانا بنشوف مثلا بالنسبه لوضع المراه، ربنا سبحانه وتعالى لما نزل القران الكريم على المجتمع اللي نزل عليه وبعدين بقى للعالم كله حط بعض الترغيبات، كان في ترغيبات للرجال بالحور العين، فما هو المقابل للنساء؟ سؤال حلو عجبني. يعني انا بقعد افكر كده اقول طب ما هم يعني انا مجرد تفكير يعني. طيب بص يا سيدي، الأول بمناسبة نزول القرآن الكريم، القرآن الكريم حفظ في بيت امرأة. احنا بنسميه مصحف ايه؟ حفصة. سيدنا عثمان لما جه يجمع القرآن، وسيدنا أبو بكر من قبل، وسيدنا عمر، كانوا بيجيبوا مصحف حفصة ويراجعوا عليه القرآن. دي نسخة كانت محفوظة عند سيدنا أبو بكر، جمعها ووضعها عند حفصة، ثم كذلك سيدنا عمر كان يراجعه من عند حفصة. سيدنا عثمان جمع 12 من الصحابة وعملوا لجنة، قعدوا راجعوا القرآن الكريم وثبتوه وراجعوه على مصحف حفص. فهذه أو هذا جهد امرأة. أكثر النساء رواية لحديث رسول الله المفسر للقرآن سيدة عائشة. فده دور المرأة بس عشان نبقى فاهمين. طيب يوم القيامة بقى، أولا الموضوع ده موضوع شائك جدا، بس هي طبيعة المرأة أن الله عز وجل أعد لها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكنها هي الزوج المقدمة الصالحة لزوجها في الجنة، هي هتكون لجوزها في الجنة. طيب ليه ربنا ما أعدلهاش حاجة تانية؟ لأن المرأة الشريفة العفيفة الحرة تأبى أن يتعدد الرجال عليها. إذن فالله يعطي كل إنسان بما يناسبه. حضرتك بتحب كرة القدم، هل أكرمك بأن أنا أوديك ماتش تنس؟ قصدك التكريم هنا جا نوعي أو الترغيب جا نوعي. الله ينور عليك، كل واحد بما يناسبه وبما يعني يوازيه ويهيئه. المرأة طبيعتها أنها لا تشتهي تعدد الرجال، يعني أنت بتجد نساء امرأة يموت زوجها ولا تتزوج بعده، لأنها لا ترغب حتى في زوج آخر حتى في الحلال. تمام. وامرأة أخرى تطلق و لا تريد أن تتزوج، والأصل أن المرأة تطلق وتزوج، احنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن الكلام ده، المرأة تطلق وتزوج وتطلق وتزوج، ده الأصل، خدت بالك؟ لكن المرأة برغم ذلك وهي على ذمة رجل واحد لا تشتهي رجلا آخر، ومن فعلت ذلك فهي تراجع نفسها أو تنهي العلاقة بينها وبين زوجها. إذن فقضية العلاقة بين الرجل والمرأة الزوجية ليست هي الأساس عند المرأة. ثم إن الأصل فيما هو في الجنة وأتوا به متشابها، فالله عز وجل يرغب الناس بما يعرفونه في عقولهم، بيقرب لهم يعني، بيقرب لهم وتلك الأمثال نضربها للناس. الأمر في الجنة هو تقريب، الأمر هو تقريب، فالله يحدثهم بما تشتهي نفوسهم، وهذه كانت طبيعة العرب، تبالك طبيعة العرب، فالله يرغبهم بما يشتهون علشان يبذلوا الغالي والنفيس. لكن أصل الجنة على أنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والأصل فيها أن لهم فيها ما يشتهون وللمرأة فيها ما تشتهي. هنفترض هتقول لي في امرأة بقى بتحب أنها تتجوز أكتر من حد، هتطلق من ده وتتجوز ده ومش عارف ايه، اقول لك في الجنه قانونها لا اعلمه مطلقا. الاصل فيه حاجتين اللي انا قلتهم، ولهم فيها ما يشتهون ولهم فيها ما تشتهي انفسهم،
والحاجة التانية يعني اللي تشتهي نفس ده القانون الأول، الحاجة التانية لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا حكم الآخرة. أما المرأة يرغبها أن تكون فاعلة في الحياة، أن تكون مساواة بالرجل. الترغيب الأخروي كان للرجال لأن الرجال واخدين حقوقهم. وانت هتنتقص يعني لازم تنظر الموضوع نظرة تشريعية، وده الأهم بقى أنه الرجال واخدين حقوقهم كاملة، فانت ازاي تخليهم متمسكين بالدين ومتمسكين بالإسلام ومطبقين للشرع وهم كل شوية هينتقص من حقوقهم، هينتقص من المزايا المجتمعية بتاعتهم. المرأة ما كانتش بتورث، احنا هنطلعها النهاردة للميراث، فانت هينقص من فلوس أبوك اللي هتورثها لأختك ولمرات أبوك، خدت بالك؟ وممكن تبقى مش اخت واحده، يبقوا 3 4 اخوات، وانت هتاخد للذكر مثل حظ الانثيين، بس هم في مجموعهم خدوا اكتر منك. ماشي، بس في ناس بمناسبه يعني كلام حضرتك انه حتى في وقت اللي احنا عايشين فيه و2020 يعني المفروض تكون كل حاجه اتفهمت وبقت واوضح من زمان بكتير، الا انه المساواه بين الرجل والمراه غير مقبوله برضو دلوقتي. يعني يقول لك اصل انتوا عايزين ايه، انتوا خدتوا كل حاجه كفاياكوا، انتوا اصلا اخركم تقعدوا في البيت وتطبخوا وتتجوزوا وتخلفوا عيال. هي دي اللغه السائده اللي ما زالت لسه بنسمعها لحد دلوقتي. حتى قلت في بدايه الحلقه انه العنوان الانسب للحلقه فحكم الجاهليه يبغون. وحتى والله قلت لكم ان الجاهليه ما كانوش كده. فاحنا المراه عندنا طاقه مؤطله، بره بيستثمروا هذه الطاقه. انت عندك الضوابط اللي تخليك تعمل التوازن ما بين ان المرأة ما تبقاش سلعة مبتذلة رخيصة لكل صاحب نفس مريضة، انه يأخذ هذه المرأة ويستغلها بصورة او باخرى، وعندك السقف اللي يفتح لك الباب ان المرأة تبقى فاعلة في الحياة وتناصر قضايا وتكون عاملة وتساعد. يعني انت تعجب كيف يكون امرأة في مجتمع مسلم، المجتمع هذا اول كلمة فيه بنيت على اقرأ، وهذه المرأة لا تستطيع أن تعاون ابنها في القراءة والكتابة. هذه المرأة ستخرج لك رجلا أميا لا يستطيع القراءة والكتابة. احنا في 2020، هذه كارثة. مرجعها حكم جاهلي أن المرأة لا تتعلم. خدت بال حضرتك؟ لا، المساواة بين الرجل والمرأة ليست مساواة على المسطرة، عشان نبقى فاهمين. الرجل والمرأة يتساوون في الحقوق والواجبات في المجمل، لكن في الداخل لكل منهم ما يناسب نوعه. صح. ما يناسب نوعه. يعني المرأة في النهاية نيجي في موضوع الزواج نلقى ربنا بيقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بس وللرجال عليهن درجة. ايه بقى الحكاية؟ انه الزوج مكلف بالقوامة، انه يقوم على شؤون هذه المرأة. قصادها يعني مش هنقول بقى ان هنا لو هنقول مساواة يبقى هنعمل زي بعض النظريات اللي هتقول لك احنا البيت محتاج 10,000 جنيه، هنقسم انت عليكي 5 وانا عليا 5، اطلعي اشتغلي زي زيك. وده هنا ما بقتش قوامه، ده بقت مساواه مناصفه. ده غلط. النظريه عندنا ان الرجل يقوم بشؤون البيت، قصاد ده في واجبات على المراه، هي دي المساواه. خدت بالك؟ هو يمكن الموضوع كله بينحصر ما بين المساواه والعدل. العدل يختلف عن المساواه. الله ينور عليك. الحركة بنتكلم فيه ده اعتقد ان هو ده مفهوم العدل، مفهوم العدل ان هو الست والراجل كل واحد ليه تكليفات تتناسب مع طبيعته. بالضبط. طيب ناخد مجموعه من الرسائل، والله الموضوع حلو والاسئله مش هتخلص. في حد بيقول ما حكم الشخص الذي يدعي ويقول اللهم ارني عجائب قدرتك في كذا وكذا ويسمي ما يريد؟ طيب عجائب قدرتك في ايه؟ انتقاما من حد مثلا؟ وارد. لو حاجه سلبيه يعني، لو حاجه سلبيه يعني وان تعفو اقرب للتقوى. العفو في مثل هذه الأمور العفو في مثل هذه الأمور هو المقدم، لأنه يدل على أن الإنسان تشبع بالإحسان، أنه أصبح من المحسنين، فالعفو فيه أقرب. طيب أنت مش قادر، قل حسبنا الله ونعم الوكيل، واترك الأمر لله يفعل ما يشاء، قل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لكن لا تدخل نفسك في الدعاء على مظلوم، في الدعاء على ظالم، لأنك ربما تكون يوما ما ظالما. فإذا أخذت ميزان العدل ودعوت على الظالم ربما دعي عليك فينتقم منك كما انتقم منه. لكن إذا عفوت
ووقعت في غائلة الظلم يوما ما فستجد الله يعاملك بالعفو كما عملت عباده بالعفو. فعامل الناس بالعفو، هذا هو المقدم. طيب أنا مش قادر، عشان بس نكون صراحة ونفسيات الناس ما بتبقاش واحدة، ومش بنقدر نوصل لدرجة العفو والإحسان من خطوة، فده محتاج تدريب وتربية. طب أعمل إيه؟ خلاص فوض أمرك إلى الله وقل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سيدنا الإمام جعفر الصادق يقول عجبت لمن ناله ظلم كيف يغفل عن هذه الآية، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإن الله يقول بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا. هو كلام يا مولانا يعني وأفوض أمري إلى الله، ولا الموضوع أعمق من كده؟ يعني أقولها مجرد كلمة؟ لا، ده تحقق. بس التحقق بيحصل من في البداية بحاجة من اتنين، يا إما بتقوله فيصدقه قلبك وترتاح، وإما أن يكون قلبك مرتاحا له من البداية. وزي أخونا اللي بعت السؤال، مش هين عليه يقول اللهم أرنا عجائب قدرتك فلان وفلان. خدت بالك؟ فهو مش هين عليه يقولها، فحاسس إنها حرام، أنا مش عايز أدعي على حد، فقلبه هيبقى مرتاح لأنه هو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله. معنا رسالة تانية بتقول تفضيل بعض الأبناء في العطية لبرهم بسبب عقوق الآخرين. ما احنا اتكلمنا عن السؤال ده مرة واثنين. لا يجوز انك تفضل أحد إلا لأسباب. الأولى انت من حقك انك تهب مالك كله لحد، ولكن احنا اتكلمنا في حلقة وقلنا لا تكن عونا لأبنائك على الشقاق بينهم وبين بعضهم. سيدنا النعمان بن بشير ذهب إلى رسول الله وأراد أن يعطي واحدا دون الآخر، فقال اشهد يا رسول الله، فقال أعطيت باقي إخوته مثل ذلك؟ فقال لا، قال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. خاصة أن أنت يبقى الباعث على الموضوع البر والعقوق، لا دخل لك في هذا، ما تفضلش حد على حد طالما أن كلهم ربنا موسع عليك ومديك، فلا تفضل أحدا على أحد حتى لا يكون ذلك سببا لعقوقك بعد موتك ولتقطع الأرحام بين أبنائك. هذا هو الأول. ممكن أساسا الآباء هم اللي يكونوا سبب في التفرقة ما بين أحيانا كمان الأب أو الأم بيحبوا يعني مجموعة عن مجموعة تانية، ابن عن ابن أو بنت عن ابنة، فهو البني آدم مش هيقدر طيب معنا سؤال تاني بيقول ابني مريض ذهني وأخذت بالأسباب 7 سنوات، هل إذا توقفت عن الأسباب واكتفيت بالرقية والدعاء علي إثم؟ طالما أن الأطباء يقولون إن في هذا أمل ولو 1 في المليون، استمري مع الطبيب، والرقية والدعاء ليس فيه ما يمنع أن تذهبي إلى الطبيب. ماشي الاثنين مع بعض. احنا وقت حلقتنا خلص، شوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله. نكمل موضوع تكريم المرأة في الإسلام بإذن الله. شكرك يا عمر. شكرا يا تميم. شكرا يا نوران. كده احنا حلقتنا من إنبوكس خلصت، والفقرة الدينية خلصت. نشوفكم الأسبوع الجاي في نفس الميعاد.